صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا في كل مكان. يوم جديد صباح اون، صباح الاعياد. كل سنه وكل المصريين النهارده بخير بمناسبه حد السعف او احد الشعانين. النهارده كل مصري يا رب طيب وكل مصريه طيبه، ونشوف كده اللون الاخضر الجميل، لون السعف كده في كل شارع من شوارعنا. كل سنه كلنا متجمعين وطيبين وبخير. سنة وانت طيبة، صباح الفل عليك يا أسماء. صباح الخير يا محمد، صباح الخير على حضراتكم. كل سنة وإحنا كلنا طيبين، كل سنة ومسيحي مصر كلهم بخير وطيبين. النهاردة طبعا زي محمد ما قال أحد السعف اللي تم استقبال فيه السيد المسيح، يعني كان بحفاوة بسعف النخل. بالتأكيد يوم كلنا بنقول فيه كل سنة إحنا طيبين، بنلعب بنلاقي الشوارع كلها خضراء، بنلاقي سعف النخل موجود في كل حتة مع السنابل القمح، رمز الخير بيبقى في كل بيت مصري كل سنة وإحنا طيبين. يا رب كل سنه واحنا طيبين. عايزين نقول روز السعفه بتاعتنا فين، مستنيينها. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل فريق العمل وكل المصريين يا رب بخير وطيبين. زي ما اسماء قالت، حد السعف او احد الشعانين. كلمه الشعانين هنا ده وفقا طبعا للكنيسه القبطيه المصريه. النهارده اول يوم في بدايه اسبوع الالام قبل عيد القيامه، واحد الشعانين بتعني يا رب الخلاص. يعني كان الجموع خرجوا لاستقبال السيد المسيح عليه السلام قبل دخول أورشليم، وكانوا بيرددوا هذه الكلمة شعانين، وهي معناها يا رب الخلاص. تعالوا نشوف مع حضراتكم كده بقى المصريين. المصريين ليهم احتفال كده خاص ومختلف وجميل في كل محافظات مصر. نروح أسيوط ونشوف في أسيوط الاحتفال ازاي بحد السعف أو أحد الشعانين. تقرير أعده الزميل العزيز هيثم البدري. اليوم الأحد يحتفل ملايين الأقباط بمصر بأحد الشعانين أو أحد أسعف. وفي محافظة أسيوط انتشر عدد من الباعة أمام أبواب الكنائس في جميع مراكز المحافظة، وذلك لبيع سعف النخيل المضفر بأشكاله المختلفة والمشهور حمله في هذا اليوم في طقوس الصلاة بالكنيسة. وابتكر المصريون عددا من الأشكال، حيث يتم صناعة الصليب والخواتم والسعف المزين والتاج وبعض الرسومات المختلفة. بيع وشراء ده نصيب، بس هي مش بيع وشراء أصلا، دي عادات وتقاليد وحاجة يعني. وكل سنة وانت طيب. نعمل مثلا صلبان وربان، مثلا برضه زعف زي كده، حصيرة وكده بنضفرها، وتاج بتسميه هنا في البلد أو عندنا هنا في الأرياف اللي هو أحد الزعف. وده احتفال بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر، واخد بحضرتك. فلما دخل مصر استقبلناه بزعف النخيل وغصون الزيتون. وكل سنة وحضراتكم طيبين. والجدير بالذكر أن كلمة شعانين عبرانية من هوشي عنان، ومعناها يا رب خلص، ومنها الكلمة اليونانية أوصنا التي استخدمها البشريون في الأناجيل، وهي الكلمة التي كانت تصرخ بها الجموع أثناء خروجهم لاستقبال موسم المسيح عليه السلام وهو في الطريق إلى أورشليم. مرة تانية كل سنة وإحنا طيبين، وشفنا في التقرير الأشكال الجميلة اللي بتتعمل من السعف. كلنا اتربينا وكلنا كنا مع أصحابنا بنحتفل وندي لبعض هدايا من السعف، يعني إحساس حلو جدا. يا رب النهاردة نلاقي مصر كلها خضرة، ونلاقيها كلها سنابل قمح، ونلاقيها كلها سعف، ونحتفل كلنا جميعا بأحد السعف. تعالوا نروح بقى نشوف لقاء القاهرة الخامس للسيارات الكلاسيك. ده لقاء القاهرة الخامس للسيارات الكلاسيكية. احنا بننظم معارض واحداث وراليات وتجمعات ولقاءات متنوعة للسيارات الكلاسيكية ومحبي السيارات الكلاسيكية في مصر. اللقاء السنة دي ان شاء الله بيحطم رقم قياسي جديد، وصلنا لحوالي 164 عربية وموتوسيكل صنعت ما قبل 1987. اي نعم في بعض الموديلات ما بعد السنة دي، ولكن بتبقى موديلات نادرة بعض الشيء ومش موجودة كتير. اليوم بيبتدي من 9 صباحا، حيث وصول الملاك بعربياتهم الكلاسيك. حديقة الحرية هنا في الزمالك هي حديقة عامة جميلة، متقسمة الحدائق الجنينة فيها إلى 4 أجزاء. في أجزاء لعربيات الأمريكاني، في العربيات الإنجليزي، في الألماني، في الفور باي فور، في العربيات التراكس، في عربيات الفولكس فاجن بيتل. محب
محبي العربيات في مصر ابتدوا يتزايدوا بطريقه جامده جدا. طبعا في ناس قديمه بقى لهم سنين في الموضوع ده، وفي ناس تاني يخشوا في الموضوع جديد زي كده. فكل اللي عندهم العربيات القديمه بينتهزوا فرصه يوم زي ده ان هم يجوا يفرجوا الناس على عربياتهم، والناس تاخد فكره عن عربيات قديمه قد ايه كانت شكلها جميل. انا من النوع اللي بحب اقدر الحاجات اللي هي القيمه اللي هي زي دي، مش عربيه قديمه يعني انها تترمي، ولا عربيه قديمه يعني ملهاش لازمه وديها السواق، لا بالعكس، ده العربيه القديمه دي هي دي اللي ايه تركبها وتتبسط بيها، والناس لما بتشوفك وان انت محافظ قوي العربيه بتلمع، بيبقى تقدير منهم ان هم مثلا تلاقي واحد يقول لك ما شاء الله جميله، ما شاء الله حلوه كده يعني. اكيد احنا عندنا عربيات جديده اللي هي بنروح بيها الشغل وبتاع والكلام ده كله، لكن العربيات دي عشان تستمتع بيها، هي ديفرنت بين الجديد والقديم ان انت بتستمتع بالعربيه. برضو العربيات القديمه ليها كده بريقها وجمالها، وزي ما شفنا وسمعنا انت بتستمتع بيها، ممكن تكون راكب عربيه اخر موديل، لكن البريق كده والاحساس والزمن الجميل بيبقى موجود في العربيات دي. شفنا شويه موديلات لطيفه جدا وعربيات، ولقاء بيحصل ده اللقاء الخامس، يعني دايما الناس اللي بيقتنوا العربيات دي في كل سنه بيجمعوا العربيات القديمه ويعملوا فيها هذا اللقاء. طيب تعالوا مع حضراتكم نروح كده نشوف مصر القديمه، مصر القديمة من خلال الدرون كاميرا والكاميرا الطائرة الخاصة بتاعتنا في صباح اون. احنا شايفين دلوقتي فين تحديدا؟ لا دي مش مصر القديمة يا جماعة، ده كورنيش مصر القديمة، عند مصر القديمة زي ما احنا شايفين الصورة دلوقتي على الهواء. دي احنا المشهد دلوقتي من مصر القديمه زي ما حضراتكم شايفين على الهواء، زي ما احنا متعودين دايما نطلع مع حضراتكم اطلالتنا على جمال مصر من اماكن مختلفه. احنا دلوقتي شايفين طبعا النيل وجماله، الكورنيش، الخضره، يعني مصر بالتاكيد حلوه، دايما بنركز ان مصر حلوه بره وجوه، يعني ده اللي احنا بقى عايزين نعمله. دي مصر القديمه، مصر القديمه كانت حلوه قوي، فعايزين مصر الجديده كمان تبقى احلى واحلى، تبقى انضف، تبقى اشيك، نرجع بقى لجمال زمان وسحر زمان. على فكره احنا لو ساعدنا بس بخطوات صغيره جدا كل واحد فينا قدر يعمل ده، بجد نفسيتنا هتختلف، ذوقنا العام هيختلف. احنا دايما بنقول ان احنا ذوقنا اتغير وبقينا للاسف ما بنحسش بالجمال من كتر التعود على القبح، لكن يا ما بنشوف مصر القديمه نشوف حاجات حلوه كده بنعرف ان احنا ممكن احنا نبقى بايدينا نقدر نخلق الجمال ده، كل واحد فينا يقدر يخلق مساحه من الجمال في حياته وفي حياه اللي حواليه. وعلى فكرة الصورة مش محتاجة شرح ولا وصف، الصورة بتتكلم لوحدها، زي ما حضراتكم شايفين منظر جميل وبديع للنيل، وزي ما احنا شايفين كمان مصر القديمة بتاريخها وبعراقتها وبأحيائها كمان، كل حي وراه حكاية وكل شارع وراه قصة وراه تاريخ. شوارعنا على فكرة شوارع ليها تاريخ، كل شارع هتلاقي فيه قصة تاريخية، هتلاقي فيه حوادث معينة حصلت. فمصر القديمة حي جميل وحي مميز ومختلف. هنتكلم في المنطقة دي كمان فيها حي مجمع الأديان، يعني احنا بنتكلم على جامع عمرو بن العاص، أول جامع اتبنى في القاهرة، كنيسة ماري جرجس والكنيسة المعلقة والمعبد عزرا اليهودي، يعني عندنا مجموعة كده في الحتة اللي ورا عند مجمع الأديان عند الفسطاط بتبقى رائعة وجميلة جدا. طب وتماشين برضو مع موضوع الجمال وموضوع النظافة، مرة تانية محمد أحب أذكر مشاهدين اللي احنا قلنا ان احنا هنحاول نتبنى هذه الحملة، وكانت حملة الكاتبة الصحفية جيلان جبر، أبوس إيديكو نظفوا حواليكو، دايما هذكر حضراتكم بيها لأن مفهومها بسيط جدا، هي يمكن كانت واخدة الموضوع من الناحية السياحية فقط، لكن احنا عايزين نوسع الحملة دي بحيث انها تكون في كل شبر حوالينا، كل واحد ينظف حواليه، ينظف بدءا زي ما احنا بننظف بيوتنا، ننظف حوالين بيتنا، ننظف شارعنا، المكتب بتاعنا، حوالين الشغل، يعني كل واحد لو عمل مساحه صغيره جدا، احنا بنتكلم في 100 مليون، مصر هتبقى بتبرق زي زمان، عايزين مصر ترجع حلوه كده. صح طبعا، اي يعني كل واحد بيفرق، اللي بيعمله بيفرق بشكل كبير، محتاجين ثقافه الجمال ترجع مره ثانيه في مجتمعنا المصري وفي شارعنا. احنا شايفين المشهد دلوقتي ده الطريق اللي رايح ناحيه التحرير، احنا بالمره برضو بنشوف الحاله يعني المرور عامل ازاي، نوعا ما المتجه الى التحرير في كثافات مروريه خفيفه. احنا بنتكلم دلوقتي الساعه 8
وربع ده كوبري اللي رايح ناحيه القصر العيني الناحيه الثانيه صح؟ اللي فوق الكوبري ناحيه المعادي. بس هي الجزء ده الكوبري ده عامه انا عمري ما شفته مش زحمه الحقيقه يعني هو الحته دي بالليل زحمه اتجاه قصر النيل الحقيقه نفسي اشوفه مره بس يمكن الفجر ما بعديش هناك الفجر لكن الحته دي دايما بتبقى زحمه الحقيقه يعني دي نقدر نقول عليها واحنا كده باريحيه شديده ان في اختناق مروري مستمر واحنا مغمضين كده من غير درون كاميرا يعني وانت مغمض يعني بص الساعه 8 ودايما بنلاقي شوارع فاضيه هنا دي برده واقفه فال يعني ده طبعا بيوصل احنا ده الكوبري بيعدي على المانيال ده دي سينما فاتن حمامه ده كوبري عباس صح كده ده كوبري عباس مش عباس امتداد كوبري عباس مش ناحيه الجامعه احنا عند سينما فاتن حمامه هو المفروض يعني الكوبري اللي بعديها على طول تقريبا كوبري على الايد اليمين ده اللي يودي بقى ناحيه جامعه القاهره وناحيه الجيزه على اي حال مصر حلوه دايما مصر حلوه بزحمتها وبكل اللي فيها وزي ما احنا شفنا على الهوا صوره مصر القديمه الجميله تعالوا سريعا كده بقى نشوف الاخبار الطقس ايه مع حضراتكم ودرجات الحراره والاحوال الجويه بشكل عام في كافه المحافظات النهارده الجو حار ومشمس زي ما بتقول الارصاد الجويه درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره 27-18 اسكندريه 22-12 مرسى مطروح 21-11 الغردقه 33-20 شرم الشيخ 32-22 الجو مشمس اسماعيليه 26-12 بورسعيد 24-14 السويس 27-13 الجو غائم في محافظات او مدن القناه نروح معاكي اسماء للصعيد الصعيد بقى حر بقى هنبتدي في الحر شويه المنيا المنيا 32-15 سوهاج 34-16 الاقصر 36-20 اسوان 37-20 العريش 22-9 نخيل 24-10 طابه 25-11 الطور 28-18 سان كاترين 23-16 مرسى علم 32-19 شلاتين 31-20 حلايب 29-22 وسط الدلتا بقى يا عبدو وسط الدلتا 27-18 دمياط 21-16 بلطيم 22-15 الجو مشمس والفيوم 30-15 الجو مشمس على فكره الفيوم فيها مكان حلو قوي اسمها قريه تونس لطيفه جدا ما رحتهاش بس عايزين نقول حاجه مهمه في الطقس قبل ما نسيبه ان احنا لازم نحذر الناس ان هو ابتداء من يوم الثلاثاء والاربعاء هيبقى في عاصفه ترابيه بنتكلم على مناخ هيبقى حار درجات الحراره هترتفع بنسبه 2 او 3 درجات اكتر هيبقى في الى حد ما اتربه ده مش هياثر فيه برده على السواحل عامه في غيوم او ممكن يكون في احتمال لسقوط الامطار لكن هتبقى خفيفه ده هياثر بس على الطرق السريعه علشان كده اللي هيطلع لو سفر على الطرق السريعه بنقول له يعني نهدي السرعه لكن غير كده ان شاء الله ما فيش اي مشكله هندخل بعد كده يعني احنا دايما بنحب ان احنا يبقى اخبارنا حلوه وبالتاكيد بنحرص على دم حضراتكم لكن لازم يبقى في تذكره لازم من ان لاخر كده بنقول للناس لازم نفتكر تواريخ بعينها علشان نتعلم لان اللي ما بيقراش الماضي مش هيشوف الحاضر النهارده 9 ابريل 9 ابريل تاريخ مهم جدا جدا ممكن كتير منا سمع عنه لكن النهارده احنا بنفكر 9 ابريل 1948 كان في مذبحه كلنا سمعنا عنها لكن بالتاكيد عمرها ما هتتمحي من ذاكرتنا سواء بقى اجدادنا سواء ابهاتنا سواء احنا سواء اجيال جايه لازم نقول لها مذبحه دير ياسين مذبحه دير ياسين 120 واحد من المعتدين من الصهاينه حصروا هذه القريه والحقيقه وقتلوا الاطفال والنساء والرجال ما فرقش ما كانش في فرق معاهم من كبير وصغير 300 من الاطفال والنساء والشباب وكبار السن تم قتلهم بعد القتل كمان لم يحترموا حرمه الموت ولكن زي ما نقول استعرضوا الجثث في الشوارع علشان الناس تتعلم علشان اللي بيفكر يبقى فيه مقاومه يخاف علشان يقولوا للناس احنا ما بيهمناش الحقيقه دي لا اول ولا اخر جريمه غير انسانيه ما ينفعش نقول عليها جريمه انسانيه غير انسانيه مش هننسى كمان عديد من الجرائم مش هننسى بحر البقر مش هننسى صبرا والشتيله مش هننسى حاجات كتير التاريخ بيلف ويدور عشان كده بنتذكر حضراتكم النهارده عشان احنا لسه من يومين كنا بنتكلم على اطفال سوريا
يعني احنا الدايره ما زالت مستمره. القاتل ممكن يكون مختلف من مكان لاخر، المجرم ممكن يكون مختلف من مكان لاخر، لكن في الاخر الجريمه في حق الانسانيه. صحيح. مش لازم نقول ان احنا مع او ضد، لان في ناس مؤخرا كانت يا محمد بيقولوا على موقف مصر في سوريا، هو انتم مع ولا ضد؟ هو انتم مع روسيا ولا مع امريكا؟ احنا مش مشكله ان احنا مع ولا ضد، الشعب السوري احنا مع الشعب الانسانيه السوري. وأولوية الشعب السوري أو مصلحته هي اللي موجودة دايما وبتحدد البوصلة، بوصلة سياسية للمصريين. أنا عايز بس أقول على 9 أبريل 48 اليوم، يوم دير ياسين، ده اليوم اللي عمره ما هيتنسي من ذاكرة مش بس الفلسطينيين، ذاكرة العرب وكل إنسان على وجه هذه الأرض. الجرائم دي يا جماعة لا تسقط بالتقادم، يعني هنفضل كده نطالب الكيان الصهيوني بحقوقنا في دير ياسين، في صبرا وشتيلة، في مذبحة قانا، في لبنان. الجرائم الوحشية دي لا تسقط بالتقادم. الجريمة اللي حصلت زي النهاردة سنة 48 9 أبريل كانت سبب رئيسي في بداية الحرب، حرب فلسطين سنة 48، ودي بداية سلسلة صراع طويل جدا وحروب خاضها العرب ضد الكيان الصهيوني. 9 أبريل اليوم المؤسف اللي قتل وذبح ومات فيه أطفال كتير جدا ونساء وشيوخ في قرية شرق القدس، هي قرية دير ياسين عشان أفكر حضراتكم. القرية دي دفعت ثمن غالي جدا، ومن بعد ما حدثت هذه المذبحة هجر الفلسطينيين، يعني بداية الهجرة كانت بعد 9 أبريل للبلاد هم كانوا بيخوفوهم المجاورة. الأول علشان يطلعوا بالظبط. وكان في مجموعة من الأسماء ما تتنسيش أسماء من السفاحين الإسرائيليين زي مناحم بيجن وإسحاق شامير وغيرهم، واللي خدوا جائزة نوبل بعد كده في السلام. فحابين نقول علموا أولادكم والدروس تبقى مستمرة، إنه الجرائم دي ما تتنسيش، وإن ده حق العربي، وإنه الدم العربي حتى لو يعني سال في مذابح كتيرة جدا لكنه ما بيتنسيش قانونا وإنسانيا بشكل كبير. طيب نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع مرة تانية نبدأ معاكم كده ونشوف أخبارنا وأهم ما يدور في الشارع المصري في صباح. ونخليكم معانا. مرة تانية برحب بحضراتكم. نشوف بقى أخبارنا بشكل سريع النهاردة. أول خبر، أمس عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع حضره رئيس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. الاجتماع تطرق إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة، واللي أسفرت عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لأعلى مستوى له من مارس 2011. وجه الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي مع مراعاة محدودي الدخل للفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها. وكمان استمرارا للجهود المبذولة لملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واللي بيتخذ في بعض الأحيان مسميات مختلفة حسم لواء الثورة، توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد اتخاذ هؤلاء العناصر لوحدتين سكنيتين بنطاق محافظتي الإسكندرية والمنوفية ومزرعة بمحافظة البحيرة، أوكارا لإيواء وتدريب عناصر على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والعبوات المستخدمة في عمليات التصنيع. تم مباشرة استهداف وتفتيش تلك الأوكار وضبط القائمين عليها. عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة عملية تنقية بطاقات التموين والإجراءات الفنية التي تتم في هذا الإطار. كانت الحكومة أعلنت أن جهود تنقية وتحديث البيانات أسفرت عن وجود بيانات صحيحة لنحو 54,465,000 مواطن. يتم حاليا التحقق بشكل كامل ووافي من صحة بيانات نحو 19 مليون مواطن آخرين لوجود نقص وأخطاء في بياناتهم. الحقيقة يعني رقم ضخم جدا جدا جدا، لكن بالتأكيد يعني ده اللي بيدل على مؤشرات كثيرة جدا ان في ناس فعلا اولى بهذا الدعم. للتفاصيل معانا على التليفون الاستاذ ممدوح رمضان متحدث باسم وزارة التموين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ اسماء. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير يا فندم.
طبعا الرقم ضخم جدا، يعني الارقام اللي تمت التحقق منها 54,465,000، يمكن ده بيجاوب على سؤال قبل ما اساله الفتره الزمنيه، ان احنا دايما كنا بنطالب حضراتكم ان ليه لسه لغايه دلوقتي لم يتم تنقيه البطاقات، لكن واضح ان العدد كبير جدا وان العدد الصحيح كبير جدا. لكن بنتكلم برضو معلش امتى هنلاقي ان الموضوع ده هيتقفل علشان الى حد كبير نقدر نوجه الدعم اللي مستحقيه، نقدر نعرف الناس اللي محتاجه بالفعل الدعم، والمجال بعد كده ازاي تطبيق، ان هل في اتجاه ان هيبقى في دعم اكتر علشان الظروف طبعا اللي احنا عايشينها حاليا. اتفضل. بالفعل حضرتك دي اولويه قصوى تعقب عليها وزاره التموين في الوقت الحالي، تنقيه تحديث بيانات المستحقين من السلع التموينية. زي حضرتك ما أسلفت في الخبر أن احنا انتهينا من تدقيق حوالي 54.5 مليون مواطن بياناتهم صحيحة ومكتملة، وعندنا دلوقتي حوالي 19 مليون مواطن دول مقيدين في حوالي 4.5 مليون بطاقة بيجري الآن على الأرض تحديث بياناتهم. دي تحديث بياناتهم بعد ما مركز معلومات الإنتاج الحربي تولى عملية الإشراف على منظومة البطاقات التموينية. عندما تم مطابقة البيانات التي تعمل أو موجودة في الشركات القائمة اللي هي الأربع شركات اللي كانت بتشتغل في المنظومة، عندما تم مطابقة البيانات مع بيانات القومية وجدنا هذا العدد اللي احنا بنتكلم عليه، ما عندوش رقم قومي، ما عندوش بيانات، مش عارفين هو فين، بياخد ايه، ما بياخدش ايه. فهذا الأمر محتاج تدقيق. ليه التدقيق؟ احنا حضرتك بنتكلم في موازنة مبدئية للدعم، سواء رغيف الخبز او السلع التموينيه في الموازنه القادمه، بنتكلم في حوالي 82.5 مليار جنيه، بزياده حوالي 100% عن اللي كان مقرر في الموازنه في العام الحالي بسبب تداعيات كثيره منها اسعار. طب استاذ ممدوح انا اسف هقطع حضرتك بس علشان الوقت، لكن يعني احنا فاهمين من الخبر ان ده زي ما بنقوله مراجعه وتدقيق علشان البطاقات اللي كان نقدر نقول ان هي كانت مسربه هنا او هناك، او في خطا في المعلومات، او في ناس سافرت بره، او يعني نقدر نقول دي تنقيه. لكن كنا سمعنا وكان في منادى الى حد كبير ان المعايير نفسها، معايير التقييم ان مين اللي مستحق للدعم تتغير، هل في اتجاه لده ولا لازم نعمل ده الاول ونبتدي من اول وجديد نشوف بقى معايير تانية، او نبتدي نحط يعني ما نعمل ده الخطوتين مع بعض، يعني المعايير نفسها تتغير ونبتدي نعمل عليها بطاقات التموين الجديده. حضرتك احنا مش عاوزين نحارب 50 جبهه، احنا الاول نظبط القاعده بتاعتنا، نعرف المستفيدين عددهم واماكنهم وتواجدهم وامورهم سليمه ومنضبطه، بعد كده حضرتك بنتكلم في المعايير، وده امر مش هياخد وقت خالص. احنا هنتكلم في المعايير، من يستحق ومن لا يستحق، وده امر لاحق مع المجتمع بشكل عام. لازم المجتمع يعرف مين اللي يستحق، مين اللي هو عنده كفاءه وبيصرف وعنده ربنا يزيد الناس وعنده قدره على الصرف. هل مبلغ الدعم القائم 252 جنيه في الشهر للمواطن بمعدل 21 جنيه شهريا، هل هياثروا معاه مع المصروفات اللي بيصرفها مع الامور؟ هل المكان اللي عايش فيه، هل الاتاحه اللي هو بيقدر يستطيعها من خلال عمله من خلال دخوله، هل هو يستحق ذلك ام لا يستحق؟ هذا الامر احنا بس حضرتك معايا ان الموضوع مطروح، ان الموضوع مطروح بقاله فتره واحنا عايزين طب على الاقل نبتدي حتى في الحوار المجتمعي علشان ناخد خطوات، مش لازم نستنى ما نخلص خطوه للاخر ونبتدي في الخطوه اللي تليها، يعني ممكن نمشي بالتاكيد بالتوازي. لا انا ما اقصدش بالتاكيد بالتوازي، في لجنه للعداله الاجتماعيه قائمه وممثل فيها كل الجهات وبتشتغل على هذا الامر علشان خاطر ما يبقاش فيه ظلم ولا فيه جوار لاي حد. حضرتك عارفه ان هذا الموضوع حساس، الدوله بتتحمل ان هي بتدي تزود الموازنات بتاعتها فيما يخص الدعم، ومتحامله هذه الزياده ومتحامله هذا الصرف الى ان يتم الاستقرار على امور محدده حتى لا يكون هناك ظلم يقع على مستحق من المستحقين في الدعم. بالتاكيد الامر لن يستغرق. بالتاكيد احنا في انتظار ده قريبا، وجزيل الشكر على المجهود. طبعا مره ثانيه بنقول 54,465,000 ده البيانات الصحيحه، و19 مليون جاري حاليا التحقق من بياناتهم، اكيد مجهود كبير. جزيل الشكر للاستاذ ممدوح رمضان متحدث باسم وزاره التموين. الواحد نفسه يعيش لليوم اللي يصل فيه الدعم المستحقين، لان يعني الكلمه دي بنسمعها بقالنا سنين طويله جدا، وصول الدعم المستحقين. فنتمنى الخطوات دي تبقى في المسار الصحيح وفعلا كل دعم يصل لمن يستحقه.
نروح لاخبار الميه. احنا دايما كده في صباح اون بنقول لحضراتكم لما تجينا معلومات عن انقطاعات المياه في بعض الاحياء. شركه مياه الشرب بالجيزه اعلنت انه هيتم قطع المياه عن تحديدا منطقه ابو النمرس وجزء من الحومديه. ده هيكون من الساعه 7 صباح اليوم، يعني من ساعه ونص تقريبا، وحتى الساعه 7 صباح يوم الاثنين 24 ساعة، نظرا لأعمال العمرة السنوية والتجديد بمحطة مياه أبو النمرس. تفقد المهندس طارق نبيل وزير التجارة والصناعة خلال زيارته لمحافظة سوهاج الموقع المخصص لإنشاء مجمع لصناعة الأثاث بمنطقة غرب طهطا وعلى مساحة 70 فدان. أكد أنه يستهدف إنشاء 719 وحدة إنتاجية بتكلفة تقديرية تصل ل 300 مليون جنيه. أكد الوزير على أهمية إنشاء هذا المجمع في تلك المنطقة، بتأتي نتيجة لتواجد ما يقرب من 5000 ورشة منتجة للأثاث بمركز طهطا، الأمر اللي يمكن أن يحقق تكامل هذه الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعية بهذه المنطقة. كمان تفقد الوزير قرية النوالين بمدينة الكوثر الصناعية المتخصصة في إنتاج المفروشات، سواء بقى كفرتات أو مفرش سرير كليم اليدوي والشال. كمان افتتح المهندس طارق قبيل وزير الصناعة والتجارة والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ومجموعة من أعضاء مجلس النواب، افتتحوا وعدد كمان من المستثمرين أول خط إنتاج للتكييف الصحراوي بمكونات مصرية بنسبة 90% بالمنطقة الصناعية بغرب جرجة. وأكد السيد قبيل أن الوزارة بتسعى جاهدة لوضع البيئة الجاذبة للمستثمرين وتحديدا الاستثمار في منطقة الصعيد. لمزيد من التفاصيل معانا على الهاتف الاستاذ ياسر جابر المتحدث باسم وزاره التجاره والصناعه. صباح الخيرات يا استاذ ياسر، اهلا بيك. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير استاذ ياسر. صباح الخير. حابين نبتدي معاك من المشاهد اللي احنا شفناها كده سريعا على الهواء وافتتاح اول خط انتاج للتكييف الصحراوي، ده تحديدا في منطقه جرجه، وبنتكلم المكون المصري هنا مكون يصل الى 90%، حابين نعرف تفاصيل اكتر. يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الصعيد محتاج تنمية كبيرة، الصعيد عانى من إهمال فترات كبيرة. ده كان المحور الرئيسي للزيارة اللي قام بها المهندس قبيل بالأمس لمحافظة سوهاج، وإحنا لسه لازلنا حتى لغاية دلوقتي أنا بكلم حضرتك من سوهاج وفي طريقنا لأسيوط. الزيارة امبارح تضمنت حاجات عدة، ليس فقط افتتاح 5 مصانع باستثمارات 185 مليون، ولكن كان في شيء كمان مهم، وهو إن إحنا ابتدينا نخصص الأراضي الصناعية بالمجان وفق قرارات المجلس الاعلى للاستثمار برئاسه الرئيس السيسي للمستثمرين. وتم بالفعل بالامس تسليم 22 خطاب اعتماد للمستثمرين. الجزء الخاص بالمصانع زي ما حضرتك يعني لفت الانتباه اليها، هو احنا في 5 مصانع، مصنع منهم لتصنيع التكييف الصحراوي، مصنع لتصنيع الاخشاب، مصنعين بلاستيك، مصنع غذائيه، يعني كلها اضافه جديده للصعيد والعمليه التنميه في الصعيد. الواحد يسعد جدا لما يسمع الاخبار دي، تحديدا يعني افتتاح مصانع جديده في الصعيد وتخصيص اراضي صناعيه يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي. طب هنا طبيعه الانشطه، هل هتبقى في طبيعه نوعيه لكل محافظه من محافظات الصعيد؟ يعني هيبقى في نشاطات معينه صناعيه في كل محافظه تختلف عن المحافظه الثانيه على حسب امكانياتها وعلى حسب البيئه الموجوده فيها؟ اشكرك على السؤال ده، لان ده بالفعل الهدف او الخطه اللي احنا شغالين عليها، ان احنا نركز على الميزات التنافسيه لكل محافظه. صحيح. بمعنى ان زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي، احنا امبارح كنا في قريه النوالين، فسوهاج بتشتهر بصناعه النسيج في منطقه اخميم، صناعه الاساس في منطقه طهطا، عندنا صناعات عده في اسيوط، في قنا، في كل محافظه في ميزه تنافسيه، ودي اللي بنركز عليها من خلال الخريطه الصناعيه الاستثماريه اللي انهينا مرحلتها الاولى وشملت 7 محافظات في الصعيد. دي بتضم 600 فرصه استثماريه صناعيه حقيقيه. يعني ايه حقيقيه؟ يعني مبنيه على الطلب. يعني النهارده احنا في ظل ارتفاع فاتوره الواردات عندنا هدف رئيسي، وان احنا ازاي نقدر نسد العجز من المنتجات دي من خلال الصناعه المحليه. فبنشجع المستثمرين على ان هم يطلبوا صناعات بمنتجات احنا بنستوردها. فده اللي ركزنا عليه في الخريطه الائتمانيه. فالنهارده بقى في خريطه ائتمانيه، بقى في اراضي بالمجان، بقى في منظومه تراخيص بعد قانون التراخيص تطلع خلال اسبوعين بدل 600 يوم، يعني سنتين.
وبالتالي كل دي محاور هتصب في النهايه لاحداث تنميه حقيقيه في الصعيد. طب استاذ ياسر بقى بشكل سريع، علشان حضرتك قلت حضرتك دلوقتي في سوهاج وطالعين على اسيوط، نعرف اجنده اسيوط ايه النهارده؟ انا كنت لسه هسالك. اسيوط احنا هنفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار ورياده الاعمال اسمه الصعيدي ستارت اب. يعني ايه ده؟ اللي هي المشروعات اللي هي لسه بتبدا، احنا بنشجع الشباب على بدء مشروعات جديده ونشجعهم على ثقافه العمل الحر. جميل. بدل ما كله بيبقى عايز يشتغل في الحكومه، لا، النهارده الشاب ممكن ان هو يوجد فرصه عمل من خلال مشروع صغير، احنا كوزاره بندعمه ونشجعه على ده. والنهارده بالتاكيد كمان بالتاكيد مجهود كبير جدا. جزيل الشكر للاستاذ ياسر جابر المتحدث باسم وزاره التجاره والصناعه. استاذ ياسر، وكلام استاذ ياسر بيقول لنا انه الصعيد موجود في الخريطه الاستثماريه الصناعيه بقوه، موجود وده في كل شيء حتة. جميل ومحترم، ومحتاجين بقى ما بعد بقى ايه المصانع نشوفها تشتغل، انه يبقى فيه تسويق حقيقي، يبقى المصانع دي شغاله ويبقى فيها تسويق بشكل قوي. طب نطلع لخبر تاني ويمكن مهم جدا، واحنا عندنا اهتمام بالموضوع ده بشكل خاص في صباح اون، واكدت غدا والي وزيره التضامن الاجتماعي ان الدوله لديها اهتمام كبير ببرنامج حمايه اطفال بلا ماوى، حيث ان هناك متابعه بشكل مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء حتى يتحقق الحلم من خلال تطوير المؤسسات وتشغيل وحدات متنقله لجذب الاطفال من الشوارع لمؤسسات الرعاية اللي هيتم تطويرها بشكل كبير، لافتة إلى أن السيارات المتنقلة تم تصميمها في مصر ومزودة بكاميرات مراقبة. مشاهد. استراتيجية وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإيمانا بهذا افتتحت غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسة الفضية للرعاية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لمساعدة أطفال الشوارع. في بعض المحافظات في مصر ظاهرة الأطفال بلا مأوى فيها ظاهرة محدودة جدا، المحافظات الحضرية بالحد يعني الأكبر هي اللي فيها أطفال بلا مأوى، القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، المنيا، السويس، الشرقية، هي دي المحافظات اللي احنا بنشتغل فيها. أنشأنا مباني جديدة داخل المؤسسات، كنا حريصين قوي ان يبقى داخل المؤسسة حجرة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لان دي كانت دايما مشكلة ان ساعات بتلاقي طفل شارع عنده إعاقة ذهنية وما بنقدرش نحطه في أي دار، فدي كمان تلافيناها. فهما ست مؤسسات مرحلة أولى، وإن شاء الله هيحصل تنمية موارد ونستكمل مع وزارة التضامن باقي المؤسسات. المؤسسة بها عوامل جذب الأطفال ليأتوا إليها حسب رغبتهم بواسطة فريق متخصص به أخصائيين تربويين يبدأوا معهم من الشارع حتى يقدروا على إيواء نفسهم. هو الأخصائي اللي بيتعامل مع الطفل في الشارع مدرب إنه في حالة لما بيلاقي في خطورة من وراء الطفل بيعرف إزاي يتعامل معاه، حاجات تكنيكال عالية جدا. يعني يمكن خدوا التدريب ده من في أعلى المراكز التدريبية بجامعة عين شمس، وكل حاجة اتعمل عليها يعني محاكاة في مواقف معينة، وبنفترض ان الموقف ده هيقابل الاخصائي الاجتماعي، فالمدرب كان بيعلمهم ازاي يتعاملوا في هذه المواقف. حضرتك احنا بنتعامل مع الاطفال ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل للاطفال نشاط داخل الشارع، وبنشتغل معاهم على اساس ان احنا نعمل لهم حالات دمج، سواء دمج في الاسره او سواء دمج في المؤسسه، وده كله من خلال تعاملنا مع الطفل داخل الشارع. خطه تنفذ في 10 محافظات تحت عنوان اطفال بلا ماوى في ظل جهود وزاره التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر بهدف القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع. إسلام جمال، صباح. يعني تجربة محترمة وكل التقدير للقائمين عليها. جميل جدا فكرة الوحدات المتنقلة دي تنزل الشوارع وتشوف مشاكل الأطفال، ويبقى اللي موجود فيها زي ما اتبقنا في التقرير ناس متخصصين نفسيين واجتماعيين مؤهلين إزاي يتعاملوا مع الأطفال دول وإزاي يحتووا الأطفال دول. فإحنا بنحيي كل القائمين على تجربة الوحدات المتنقلة، والمشروع طبعا الأهم برنامج حماية الأطفال بلا مأوى. تعالوا نروح مع حضراتكم لأكاديمية البحث العلمي والتقرير اللي جاي واللي هنشوفه دلوقتي عن تكريم الفائزين في معرض جنيف الدولي. الفريق المصري حصد يعني مجموعة من الجوائز ورشحته ودعمته بشكل قوي جدا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. حصل على 14 ميدالية، منهم 5 ميداليات ذهبية و3 فضية و6 برونزية من خلال منافسة مع 700 مشارك من 40 دولة في مختلف العالم. تعالوا نشوف التقرير والمشاركة المصرية.
بعد أن رفعوا راية مصر عالية في جنيف، كرمت أكاديمية البحث العلمي المخترعين المصريين الذين شاركوا في معرض جنيف الدولي للابتكار في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن إحنا كأكاديمية بنشترك في معرض جنيف الدولي للابتكار والاختراع، ودي الدورة تقريبا 45، يعني ما هيش أول مرة، ولكن يمكن دي أول مرة احنا نساهم في الاكاديميه بمبلغ يعني يساعد المبتكرين والمخترعين هم يتقدموا بفريق مصري علشان يتنافسوا من ضمن المنافسين في من دول العالم اللي حوالي 40 دوله كانت مشتركه في خلال هذا المعرض للابتكار والاختراع. الفريق المصري الذي رشحته ودعمته اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا في جنيف حصد 275 ألف جنيه على 14 ميدالية، 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و6 برونزية. احنا بنصمم طيارة، الطيارة دي بريموت كنترول وليها ميشن معينة، ميشن دي ان هي بتطير على ارتفاع 100 فيت على الاقل وبتحذف ريليزابل بايلود بيمثل بيحاكي مساعدات انسانية ان انا برميها في مكان ما على حاجة صغيرة على الأرض شبه النشان كده، تقريبا الدايمتر بتاعها متر ونص. الاختراع بتاعنا هو بيحل مشكلة بتقابلنا في ان الطيارة بتاعتنا بتمشي بسرعة كبيرة قوي، واحنا عايزين نرمي حاجة في مكان اكيوريت بالظبط، تمام، في دايرة الدايمتر بتاعها متر ونص. فاحنا اخترعنا الاختراع بتاعنا ده عشان نحل المشكلة دي في الحالة اللي احنا بتقابلنا في المسابقة اللي احنا بنروحها، تمام. بالنسبة للدعم، الدعم جالنا من كذا حاجة، من أكاديمية البحث العلمي بجزء كبير، الجزء الثاني كان من هندسة اسكندرية. الأبحاث حضرتك العلمية دي أهم حاجة في اقتصاد البلد، دي اللي هتعمل طفرة كبيرة جدا في اقتصاد البلد. بدل المخترع بتاعنا ما يخرج بره، طب ليه ما نطبقش البحث بتاعه على أرض الواقع عندنا هنا في البلد عشان البلد تستفيد والمجتمع المدني كله يستفيد واقتصاد البلد تحصل فيه طفرة. كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الباحثين الفائزين في معرض جنيف الدولي بعدم البحث عن أطراف خارجية لتمويل أبحاثهم، وأن أكاديمية البحث العلمي تفتح أبوابها لهم ليرفع الجميع شعار مصر أولى بأولادها. 12 نطلع 20 المرة. حلو قوي الشعار الحقيقه، صحيح. مصر اولى باولادها، صحيح. وكل يوم بنتاكد ان اللي هيبني بلدنا واللي هيقوم بيها احنا الشباب. طيب وكل الناس طبعا عشان ما حدش يزعل مني يقول لي الشباب والتانيين، لا كلنا يعني. طيب، نظم الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه بطوله كاس مصر لالعاب القوى لذوي الاعاقه الذهنيه، وده كان بمشاركه 430 لاعب ولاعبه بيمثلوا 27 نادي ومركز وشباب وجمعيه من جميع المحافظات. نشاهد. انطلقت بطولة كأس مصر للألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بمشاركة 430 لاعب ولاعبة من 27 نادي ومركز شباب وجمعية من جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالمركز الأولمبي بمنطقة المعادي. النهاردة بطولة كأس مصر لألعاب القوى، عندنا جري وعندنا جولة. البطولة مقسومة، عندنا حوالي 430 لاعب مشارك النهاردة، وده رقم حلو قوي الحمد لله رب العالمين. البطولة مقسومة على جزئين، جزء في المركز الأولمبي وجزء في مكان تاني. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر كاتحاد، ودي قناعة جميع أعضاء مجلس الإدارة، إن احنا مسؤولين عن الولاد لتمكينهم رياضيا وفنيا واجتماعيا وثقافيا. والله احنا استعدنا قبل البطولة، الولاد بتتمرن خلال الموسم، يعني من ناحية التدريب طبعا احنا عندنا مدربين على أعلى مستوى، كلهم متخصصين مدربين على ألعاب قوة. عندنا أولاد في إعاقات مختلفة، عندنا داون سيندروم، عندنا سي بي، عندنا أوتيزم، عندنا إعاقات فكرية. طبعا الولاد الاحتياجات الخاصة بيحتاجوا رعاية أكتر، بيحتاجوا صبر أكتر، لأن طبعا تقدمهم بطيء، الاستجابات بطيئة، بتحتاج مدرب متخصص، يعني مدرب عنده صبر، بالإضافة أنه بيبقى دارس يعني أكاديمي. وشهدت البطولة حضور كبير من جانب أولياء الأمور الذين جاءوا ليشجعوا أبنائهم ويحفزوهم للفوز بالبطولة، لأن هم ما لهمش أي اهتمامات لا حول لهم ولا قوة يعني غير الرياضة، وبناء عليه يعني لو الولد فيهم وصل لمرحلة مركز أول وبيعملوا له حفلة في النادي بيبقى أسعد واحد في الدنيا ساعتها، وإحنا طبعا سعدة علشان هم بينساعدوا بالأمر ده. أو أنا عدت كتير قوي أتمرن علشان أوصل للنهائي للفاينال.
للعام الثالث على التوالي أقيمت بطولة كأس مصر للألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت مظلة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية لزيادة الوعي المجتمعي بهم من أجل الدمج وتقبل الآخر. نسمة شفعي، صباح أون. جزيل الشكر طبعا لنسمة شفعي. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. خلي صباحكم دايما أون. برحب بحضراتكم مرة أخرى، ونشوف بقى سريعا إيه أبرز عناوين الجرايد النهاردة. ده من الأخبار والصفحة 7، وقبل أسبوع من شم النسيم أسعار الفسيخ والرنجة نار، والدولار بيشعل سوق الأسماك المستوردة و25 جنيه لكيلو الليمون. نفسي أعرف إيش دخل الدولار في الفسيخ والرنجة. لا تعليق. واللي دخله كمان في الليمون. بالظبط كده. يعني خلاص اسعار غاليه جدا زي ما الخبر بيقول لنا او المانشيت بيقول لنا. هنكمل برضو مع قصه السمك واحنا متابعينها معاكم في صباح اون بقالنا كام يوم. نروح نشوف عنوان تاني ومغامره صحفيه عملتها المصري اليوم او قام بها فريق من المصري اليوم. عملوا ايه؟ نزلوا وشروا البلطي وتحديدا من المطريه. صحفيه بالمصري اليوم نزلت وخاضت مغامره لشراء وبيع البلطي تحديدا في بحيره المنزله من وباعت في احد اسواق المنصوره. اشترت حوالي 29 كيلو وباعتها باقل من سعر السوق، ووصل والارباح كانت 130 جنيه. التجار في التحقيق الصحفي اللي هي عاملاه، التجار بيقولوا انه الغلاء دفع بعض الصيادين لرفع السعر، وان في توقعات بوصول الكيلو ل 100 جنيه السنه الجايه. طبعا هي حاولت في التحقيق تعرف تفاصيل اكتر من التجار ومن الاسواق كمان اللي هي باعت فيها السمك البلطي، في حاله من حالات العزوف الناس ما بتشتريش، وفي حاله من حالات التوقع ايضا من قبل بعض التجار انه الاسعار لسه هتزيد. ربنا يلطف بينا. بس برافو الحقيقه غادة عبد الحافظ. غادة عبد الحافظ بنحييها تجربه رائعه. طيب نروح اليوم السابع وصفحه 12 و13 وملف خاص عن التحرش. الحقيقه الملف اللي يشوفه ملف مؤلم جدا. وده الحلقه الثانيه، وفتيات في عمر الطفوله بيسردن وقائع التحرش الجنسي. وفي بعض العناوين لكن بشكل بسيط جدا، ان السويد هي الاولى بين الدول الاوروبيه بنحو وتقريبا 89 حالة اغتصاب لكل 100 ألف سيدة. حوالي 12% من النساء المصريات التي سبق لها الجواز تعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن. الحقيقة ملف مهم جدا، محتاج أن هو الواحد يقعد عايز وقت علشان نطرحه. صحيح، وأرقام صادمة جدا. مصر بتحتل للأسف الشديد مرتبة متقدمة جدا في نسبة التحرش، يعني دي حاجة للأسف بعد أفغانستان، وأرقام صعبة جدا. طيب نروح من الاخبار لخبر كده لطيف شويه عن الخيول. لمحبي وعشاق الخيول ممكن يتابعوا الخبر ده في جريده الاخبار. ملوك جمال الخيول من الاليوبيه والجيزه، 120 خيل عربي اصيل من 7 محافظات اشتركوا في مسابقه الفيوم. الفائز بالمسابقه لازم يتمتع بمواصفات معينه، منها الجمال في شكل الحصان والتكوين الجسماني الخاص به وحركه الحصان ونوعه واصله. الخيول ليها قصص كبيره قوي، الانساب والنسب الخيل ايه، وهو جاي من انهي مكان، وشكله عامل ازاي، وانواعه كمان، وجمال الحصان. فدي مسابقه لملوك جمال الخيول. طيب وختام اخبارنا النهارده من الحقيقه كاريكاتير، او نقدر نقول الضحكه الحلوه كعادتنا بنختتم بيها، وبريشه عمرو فهمي وخبطات موجعه من الرقابه الاداريه للفساد. وطبعا كاريكاتير واضح ان حد من ملوك الفساد عايز يخبي فلوسه، فالعفريت قال له ما اقدرش اخبي لك 100 مليون دولار. الرقابه الاداريه مش سايبه انس ولا جان. والحقيقه ده موضوعنا كمان النهارده، لازم نقول ده النهارده. هنتكلم على الفساد مع طبعا سياده نائب مجلس النواب الأنيسة حسونة. هنتكلم عن موضوع القانون لمكافحة الفساد. الفساد طبعا موضوع مهم جدا، هنركز عليه ونشوف القصة هنمشي ازاي. لكن الرقابة الإدارية مرة تانية نتوجه لها بالشكر، مجهودات رهيبة، وفعلا زي ما قالوا كده الرقابة الإدارية مش سايبة انس ولا جان.
كريكاتير جميل بريشه عمرو فهمي، ومفيش يعني ده مهم جدا الفتره الجايه نشوف الاجهزه الرقابيه كلها. كل واحد يدور على مكان يخبي فيه بقى. كل واحد يشوف خن كده بقى يخبي فيه الفساد، لكن مفيش كلام من ده. وعايزين كده يعني ما يبقاش في حاله التصالح مع الفساد في المجتمع. احنا للاسف الشديد على مستوى الناس والشارع والمصالح عندنا حالة كده من التصالح مع الفساد، كأنه حاجة عادية جدا عشان أمورنا تمشي والدنيا تبقى لطيفة. فلا، ده لازم مجتمعيا نحاربه ونغير الأفكار دي. وهنتكلم بقى تشريعيا وقانونيا ما في فقرتنا زي ما قالت زميلتي أسماء يوسف. هنشوف بقى المفوضية الفساد والتشريعات الخاصة بيها هتكون ماشية إزاي. نروح فين بقى أسماء؟ نروح بقى لأسعار الدولار النهاردة، وده وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري. الدولار الأمريكي ب 17.95 شراء، البيع 18.5%. يورو 19.8% شراء، بيع 19.28%. استرليني 22.39% شراء، 22.56 بيع. نروح بقى احنا شفنا الدولار والفرنك والين الياباني. نروح بقى للعملات اللي تهم ناس كتير، العملات العربيه. الدينار الكويتي 59.19 شراء، 59.19 للبيع. الريال السعودي 4.78 للشراء، 4.81 للبيع. الدرهم الاماراتي 4.88 للشراء و 4.91 للبيع. كده شفنا بشكل سريع اسعار العملات. نشوف بقى اسعار الذهب. ايوه، نروح نخش على الذهب بقى. الرجاله بقى الثقيله كده، الحاجات اللي الناس بتحبها واللي بيحبها الستات طبعا اكتر حاجه. نروح للعيار الستات، لكن يبقى الرجاله. أيوة. والرجاله بيدفعوا في الاخر. عيار 18.538 جنيه، عيار 21.629، عيار 24.717. الجنيه الذهب كسر حاجز ال 5000، بقاله فتره كاسر الحاجز ده. جنيه الذهب النهارده سعره 5032 جنيه. خلينا نخرج لفاصل بقى يا محمد، ونطلع بقى فاصل مع اجندتنا. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وزي ما قلنا ونوهنا قبل الفاصل، موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا. بالتأكيد كلنا عندنا مشكلة مع الفساد، دايما بنقول مفيش تنمية ولا هنشوف أي تنمية، بنعمل مجهود كبير جدا جدا لكن للأسف كله بيضيع. ليه؟ لأن احنا بنحط الواحد يتخيل كده أن هو عنده سلة بيحط فيها الغلال بتاعته، والسلة من تحت مش مقفولة مش محكمة، فبيحصل على طول تسرب لأي نوع من التنمية. الموضوع سهل جدا جدا لو تخيلنا كده. الحقيقة مؤخرا تقدم بعض أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة للدكتور عليا عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بسبب قانون مكافحة الفساد. بيطالبوا فيها بضرورة أن الحكومة لازم تنتهي من إعداد القانون لمكافحة الفساد، وبيأكدوا أن القانون مش يعني أو في أهميته، لأن احنا دايما نتكلم على أهمية مكافحة الفساد، ده لا يقل بأي شكل من الأشكال أهمية عن مكافحة الإرهاب. لأن بالتأكيد وإحنا بنأكد على ده، الفساد نوع آخر من الإرهاب، لكن هو كله بيبقى في الآخر تدمير للبلد. لمعرفة آخر المستجدات حول قانون مكافحة الفساد، رأي ودور مجلس النواب في الموضوع، معنا بتشرفنا في الاستوديو طبعا النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب. أهلا بحضرتك، صباح الخير مرة ثانية. حضرتك صاحب البيت فمش هرحب بحضرتك. أنا بالمناسبة عايزة أهنيكم بالاستوديو الجديد، القعدة دي يعني أكثر ارتياحا من كانت، مبروك على الاستوديو الأول. بتشرفينا دايما وبتنورينا، وسواء في الاستوديو القديم او النهارده اول مره تنورينا وتطلي على جمهورك في صباح اون. زي ما اسماء قالت، آفات المجتمع الفساد. صحيح. احنا عندنا صحيح. لا يقل خطوره عن الارهاب. المتتبع من الناس الايام اللي فاتت كميه القضايا اللي تم ضبطها والرقابه الاداريه والارقام الفلكيه الصادمه جدا. فالفساد موجود ومنتشر للاسف بشكل كبير. هبدا مع حضرتك، وحضرتك واخده الملف ده على عاتقك من فتره طويله. احنا سامعين من استراتيجية مكافحة الفساد من ايام الدكتور ابراهيم محلب لما كان رئيس وزراء من 2014، كان تم اطلاق الاستراتيجية الخاصة لمكافحة الفساد. ليه اتأخرنا كتير قوي كده؟
ده هي كمان أقدم من كده. يعني كان في قبل الثورة كان في لجنة الشفافية والنزاهة برئاسة الدكتور أحمد درويش اللي هي متطوعين كلهم، وأنا كنت في اللجنة دي اللي هي عملت الحكومة الإلكترونية، وأن الناس تقدم لأن ده بيقلل الفساد. بس النقطة الأهم ان زي ما حياتك قلتي، زي ما تكوني بتحطي موارد الدوله في علبه وهي مفتوحه من تحت، فبتهدري ملايين الملايين ان ما كانش مليارات في عدد من السنين. النقطه ان انت عندك، لان ده السؤال اللي بواجه بيه على طول، عندك جهات متعدده تكافح الفساد، عندك رقابه اداريه ونيابه اداريه وجهاز مركزي للمحاسبات و و و وزي ما حضراتكم قلتوا بنسمع قضايا طول النهار. بس النقطه انت لسه محتاج تشريعات تسد اي ثغرات تشريعية أو نواحي ما بتغطيهاش واحدة من الجهات دي. يعني الرقابة الإدارية مسؤولة عن الموظف العام، النيابة الإدارية عن الجرائم اللي بتحال لها فيما يتعلق بإهدار الأموال وكل ده، التعبئة العامة والإحصاء بتبص لك على الإحصاءات، الجهاز المركزي للمحاسبات بيبص على موازنات الوزارات. أنت عندك في حتت فاضية في النص. يعني أملنا إن الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، وده نص دستوري وفقا للمادة 218، يقدر الفرد او الهيئه او اي جهه او هيئه تتقدم لها في الحاجات اللي هي الاختصاص فيها يعني مختلط بين حتتين. والهيئه ميزتها انها مستقله، تقع في باب الهيئات المستقله، انها شخصيه اعتباريه، انها لها استقلال مادي واداري، ويعين رئيسها رئيس الجمهوريه بعد موافقه مجلس النواب، وتقاريرها هتروح في الاخر. تكون تابعه لايه بقى؟ ما هي مش تابعه بقى، هي مستقله. مستقله هي فعلا. مستقله، يعين رئيسها رئيس الجمهوريه بعد موافقه مجلس النواب، وتقدم تقاريرها وتوصياتها لرئيس الجمهوريه لمجلس النواب والرئيس مجلس الوزراء، ثم تنشر على العامة علشان الناس تبقى عارفة ايه. ميزتها كمان ان حضرتك ما فيهاش الاجراءات الطويلة بتاعت التقارير المفوضين والتحريات. لو انا جات لي الشكوى ومؤمنة انها يعني تراجعت وانها يعني جدية، اتيقن من جدية الشكوى الهيئة، يعني بتقدر تاخد اجراء على طول. الفرق بقى هي مش بس بتحقق، لو انا وجهت للجهة المشكو في حقها وقلت يا جماعة انتوا عملتوا كذا غلط وهذا لا يتفق مع القانون، لو الهيئة ردت وصلحت الوضع خلاص ما دي مش قضية هتستمر في المحاكم. فده نوع من تسوية برضو فض المنازعات. وبعدين احنا ملزمين بكده، المادة 65 من اتفاقية الأمم المتحدة بتلزمك انك تعمل حاجات اختلاط ما بين صلاحيات الجهات الرقابية. يعني حضرتك قلتي او ذكرت دلوقتي عندنا اكتر من جهة رقابية، صحيح، النيابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات. الهيئة هنا لا تتدخل في الصلاحيات، توثق. لا يعني انا لو جات لي شكوى وطلعت طبعا انا من حقي احولها على الرقابه الاداريه، واخد بالك؟ بس في ناس يعني الاف طبعا من الشكاوى حاجه اتعملت فيها فساد او رشوه، لكن انت ما عندكش موظف عام، هي اتعملت عن طريق غير مباشر عن طريق موظف عام. فلما رحت الرقابه الاداريه هو بيراقب على الموظف العام اللي بيشتغل تبع الجهاز الاداري. فانا ارجو انها تسد الفجوات. وبين حضرتك زي ما قلتوا شايفين القيادة السياسية السيد الرئيس طول الوقت يتكلم عن الفساد، بالتأكيد. الناس كلها بتعاني، بس احنا لازم نبقى عارفين ان الفساد اولا في عالميا زي ما بيتقال نتيجة بقى التقدم التكنولوجي ونتيجة لعمليات ساعات نصب عالمية كمان، لكن انت هنا عندك قلق عشان عندك فقر وعندك يعني ضيق ذات اليد وعندك وساطه محسوبيه فانت بتحارب على جبهتين، مفيش تكنولوجي كمان، ففي احتكاك بشري كل بالزبط. ما بيزيد الاحتكاك البشري بالظبط بالظبط. يعني انت عندك موظف مثلا راتبه، وده مش مبرر، لا يكفي للحياه، والنظام يعني مترهل شويه في الجهاز البيروقراطي، فالناس بتلاقي طرق. لكن انت لما ما تقابلش الموظف اساسا وبتقدم على الانترنت، بس المشكله ان مش كل ال 90 مليون او سوري ال 100 مليون دلوقتي هيعملوا كده. فاحنا املنا ان هذه الهيئه ستقوم بدور هام تتكامل فيه وتنسق فيه. ثانيا لا هي دور زياده، انها من اختصاصاتها اللي مكتوبه انها توعي الناس بدور الفساد، تدرب الناس اللي في الجهات الرقابيه على كيفيه مكافحه الفساد، تساعد دور منظمات المجتمع المدني اللي عايزه تكافح الفساد. واهم حاجه انا في رايي العداله الناجزه، هي ما عندهاش اجراءات طويله. يعني اي قضيه ممكن تحسم الموضوع ده. طيب يمكن لما كنت بتكلم مع مجموعه من الاصدقاء حول ان احنا بنتكلم النهارده هنتكلم عن قانون مكافحه الفساد، فالبعض
تساءل، ممكن حضرتك كان في نوع من الرد بس عايزه يكون في شرح وافي علشان المعلومه توصل صحيحه، ان الموضوع واصل للناس. لا احنا هنعمل قانون مكافحه الفساد، الله، طب ما الفساد موجود في كل حته، الفساد له قوانينه العاديه يعني السرقه ليها قانونها، كل جريمه حسب، فان الموضوع هيبقى عباره عن تنسيق فقط واجراء تسريعي واجراء ان كل حاجه تتحول لمجالها، لكن الموضوع نفسه ما فيهوش مواد قانونيه معاقبيه. يعني ده بالتاكيد قانون جنائي، ده مختلف عن القانون اللي المفروض بنصدره، صح كده؟ بصي هي النقطه اللي ممكن توضح شويه، ان مجلس اداره الهيئه دي كلها من جهات قضائية، يعني اتنين من محكمة النقض، اتنين من هيئة قضايا الدولة، اتنين، يعني انت عندك ده جهاز شبه قضائي علشان تبقي ضامنة ان المسألة مش تهريج وان الناس مش اللي يقدم يقدم. لكن انا بقولك في الاخر هي ميزتها او يعني الامتياز اللي بتتميز بيه في التخصصات هو ان في حاجات لا تقع في اختصاصات الناس التانية. يعني انا رحت الشهر العقاري مثلا عشان نسهلها على الناس، وبعدين واحد من بره الشهر العقاري يعرف موظف فغير لي العقد، فانا لما جيت زورت العقد وتقدمت بيه اتعمل. انا لو حولتها للرقابه الاداريه هي قدامها الموظف ده لم يتصل بيه، ما فيش علاقه في الموضوع، في طرف ثالث، في طرف ثالث خارجي لا يقع في فئه الموظف العام. طب ما تحاسبوش ده اللي هو الطرف الثالث. اللي هو اساس الجريمه اصلا مشجع عليه. ده لا ينطبق عليه، لا هو موظف عام ولا تحول له النيابه. مساله بتتوضب من الواحد سمعه، بتتوضب باحكام شديد، ويبقى الموظف العام ملوش دعوه في الاخر، انت اثبت بقى ان هو خد فلوس عن طريق الطرف الثالث ده. فانت في قضايا بتبقى انت بتحاول بس تحكم ان مفيش حاجه تفلت، لان مساله الفساد فعلا خطيره. صحيح. يا جماعه عايزين نقفلها. طبعا ده هيتطلب برضو ان انت على المدى الطويل تحاول ترفع مستوى مرتبات الناس. صحيح. ودخل الناس. لان ما انت بتدفعه دفعا الى هذه النقطه، تقفل الباب. هتكلم عن الجانب ده وكمان الوعي الثقافي وتغيير ثقافه الناس، لانه حاله التصالح مع الفساد دي بقت للاسف موجوده وكانها شيء عادي يعني. بس عايز بس اتكلم مع حضرتك عن الجانب التشريعي، وصلنا لغايه فين دلوقتي في مجلس النواب؟ يعني الخطوه اللي احنا وصلنا لها فين؟ كان في تنهيده كده، تنهيده بابتسامه يعني بوصلها انا مكان الكاميرا الحقيقه. كان في تاخير من الحكومه وغيره، وصلنا لغايه فين بقى جوه المجلس؟ بص هقول لك حاجه، انا زي ما كنت بقول لحضراتكم قبل ما نطلع، احنا انا معتزه ايضا بقانون تاني وهو مفوضيه المساواه ومنع التمييز، اللي بعض الناس فاكراها بين الرجاله والستات او المسلمين والمسيحيين. لا انا ساكنه في الوادي الجديد، بتعاملني زي ما يعني التمييز في كل حاجه. القانون مفوضيه منع التمييز ده من دور الانعقاد اللي فات وناقشناه مرتين ولسه ما خلصناهوش. دلوقتي دخل عليه مكافحه الفساد. بس انا عندي وعد، وكويس برضو ان انا بقول على الهواء عشان سياده النائب المحترم وكيل اللجنه الدستوريه والتشريعيه النائب المحترم احمد الشريف، وعد ان القانونين هيتم مناقشتهم واقرارهم في دور الانعقاد التالي الحالي. امتى بقى؟ خلاص في الصيف. خلاص قربنا، خلاص شهور يعني. وبعدين رحت مزوده لهم بقى القانون الثالث بالمره بقى نخلص الاثنين. لا بس بص، اصل انا حاسه دول قانونين هيفرقوا مع المواطن العادي. واحد، انا على قدم المساواه مع اي مواطن او مواطنه. صحيح. اخرى في المفوضيه دي. اثنين، كلنا بنتكلم عن الفساد. طب يا جماعه اي مجهود حتى لو بسيط من ناحيه اي نائب او نائبه، خصوصا اصل الدستور انت هتنفذه استحقاق. ان شاء الله تفضل لغايه السنه الخامسه، برضو هفضل انا موجوده وبقول فين القانون. بس الحكومه متفاعله ازاي ست نائبه؟ يعني ما هو بقى دي قلنا كده ايقاع الحكومه وازاي بتناقش الاسئله. يعني سياده النائبه شويه كانت بتتمهد، بعد كده ابتسامه، ودلوقتي لسه مبارك لكم على الاستوديو. لا النقطة هقول لك انا النقطة اللي شايفاها وبقولها بصراحة. انت لأول مرة الدستور يمنحك ان القوانين بتيجي من النائبات والنواب ويشجعك على ان تقدم. كان دايما الناس تستنى مشروع من الحكومة، لكن احيانا الحكومة تقول ايه، اصل انا بعمل نفس القانون ده. طب يا ستي قدميه. تقول لك لسه ما خلصتوش. طب ما انت عندك قانون مقدمه النائبة او النائب، او في عشرات، خد عشر الاعضاء، عشر او تلت الاعضاء. لا انا الحمد لله بجيب تلت الاعضاء مدينة يعني على فوق ال 200. لو انا عشر الاعضاء تقدموا مشروع قانون طبعا يقدموه على طول. ما هي بقى ما هو في المفوضية جه مشكورا مندوب وزارة العدل ومندوب وزارة المالية وقال لك لا ده احنا المالية قالت ده احنا مخصصين للمفوضية لانها مذكورة. لكن
لكن وزاره العدل كانت لسه بتشتغل في القانون. يعني مرت علينا الايام وزاره العدل لسه ما بعتتش القانون. فانا يعني ارجو مكافحه الفساد بقى يعني بس هنزق فيها يعني وانتوا تزقوا معايا يعني كل شويه احاول كل شويه اسالوني حصل ايه بالتليفون كده. لا لا حضرتك تشرفينا طبعا بشكل دائم. طب عايزين نعرف بقى حضرتك قلت لنا يمكن بشكل بسيط جدا ملامح القانون. لا عايزين نعرف بقى تفصيلين لحد ما اللجنه هتبقى مشكله من مين اعضاء من مين. انا ممكن اقرا لكم لو سمحتوا لي التشكيل بشكل بسيط كده. خدي بالك ان رئيس الهيئه بيعين لمده 4 سنين تجدد لمره واحده لان برضو من حاجات الفساد المهمه انك الناس ما تفضلش الى الابد قاعده. بصي مجلس الاداره مكون عضوين من اعضاء محكمه النقض واثنين من اعضاء مجلس الدوله واثنين من اعضاء هيئه قضايا الدوله واثنين من اعضاء النيابه الاداريه ووزير الشؤون مجلس النواب اللي هو يعني بقى دولاسي شؤون مجلس النواب مش الشؤون القانونيه ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. فانت عندك حاجة يعني فخيمة قامات جدا يعني محترمة بحيث ولها صلات بأجهزة رقابية أخرى. فأنت بتبقي متأكدة أنا مجرد بسد اللي هو احتياجات المواطنين الغير اللي ما بتولهاش الناس التانية. وطبعا بقى لها أمانة عامة مقرها القاهرة لكن هيكون لها مكتب في كل محافظة في كل محافظة لأن برضو من أعباء الجهاز البيروقراطي أن أنت لما تيجي تخلصي أي حاجة لازم تنزلي القاهرة. زي القاهرة تعملي ايه؟ يعني انا املي في يوم من الايام الـ بعد تعيين طبعا واحده سيده محافظه ان الدنيا طريقه التفكير المختلفه وسيدات اكتر وكده. دايما اللي بيتمردنا على الصندوق هي السيده. لا ومش بس كده هم اللي بيعرفوا يوصلوا لحلول توافقيه. بتكلم بجد يعني ما عندهاش يعني العنجهيه بتاعت لا هو كلامي لا بتسمع في سياسه يعني ما احترمنا السياسيه. لا بس الستات بيسمعوا عندهم السياسه دي عندهم كومبرومايز يعني وبعدين بيحسوا بالناس طبعا يعني طبعا انا معاكي جدا انا معاك انا ما اقدرش اقول لا ما اقدرش اقول اي حاجه على الهواء انا معاك. طب احنا هنا عايزين نتكلم برضو على إن لو حصل مثلا وقعه فساد او قضيه فساد مواطن عادي عرف معلومات عن وقعه معينه صح وحضرتك قلت كلمه مهمه جدا فكره الانجاز او العداله الناجزه او التحقيق الناجز ده مهم جدا لانه كتير جدا قضايا فساد بتتفتح ما بيحصلهاش متابعه بسوري في الكلمه بيتقفل عليها الدرج. هنا بقى دور الهيئه التنسيقيه هيكون ايه عشان ننجز دايما ونوفر من التسريب اللي بيحصل ده. اوكي. اولا طبعا يعني انا معجبه جدا بنشاط الرقابه الاداريه طبعا. يعني صحيح. يعني انا مش عارفه بيلحقوا ازاي يعني على مدارس وعلى الجمارك وعلى في كل مكان مستشفيات يعني وبعدين الواحد بيتخض من كميه الفساد اللي بتكتشف صحيح. اللي هو ليه صدمتونا للدرجه دي يعني هو احنا وحشين قوي كده شاكرين هو احنا بتاعنا وحشين قوي كده شاكرين على جهدكم. هي النقطه ان حضرتك افرض انا مواطن عادي صحيح. انا بقى مش عارفه ايه الفرق مثلا بين الرقابه الاداريه والنيابه الاداريه واروح لمين. لو انا رحت الهيئه التنسيقيه دي هتقول لي لا يا فندم حضرتك ده اختصاص اصيل حضرتك ممكن تروح الرقابه الاداريه. ومع ذلك لو عايز تقدم الشكوى عندنا احنا بس نتاكد من جديتها بطبعا البورد اللي حضراتكم شايفينها دي مجلس الاداره ثم ممكن احلها للرقابه الاداريه اقول يا فندم اتفضلوا علشان انت عايز ما يحصلش تنازع بين سلطات الاشياء. لكن انا الهدف بصوا ده هدفنا كلنا يعني حتى الحكومه بتشتغل عند المواطن بتدير املاك المواطنين ما هو اصول الدوله دي بتاعتنا كل المقصود بيها ان انا بسهل على المواطن عنده وقعه فساد ما يقولش اصلها مش في الرقابه الاداريه ولا في النيابه الاداريه ولا انا بحاول اسهلها له ده املي يعني مش اكتر من كده. طيب نروح لفاصل سريع ونرجع لسه عندنا كلام كتير قوي عن قانون مكافحه الفساد والهيئه التنسيقيه وكمان المشروع القانون المهم الثاني اللجنه المفوضيه التاسيسيه او المفوضيه الخاصه بمناهضه التمييز او منع التمييز لانه ده مهم جدا والمساواه. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع سيادة النائبة أنيسة حسن. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية في صباح أون. في الفاصل سيادة النائبة أنيسة حسونة بتقول لنا كده واحنا بنتكلم وندردش الإصلاح الثقافي هو أهم حاجة أهم إصلاح. قوانين مهمة تشريعات مهمة لكن تغيير العقول وتغيير الثقافة وإن احنا نعرف يعني إيه قيمة مواجهة الفساد وإن يبقى فيه فعلا قيم حقيقية البداية من الثقافة البداية من تغيير العقل. أنا
رأيي في كل حاجة زي ما بيقولوا كده across the board كل حاجة. ليه؟ لأن أنت لما بتغير الثقافة الخاصة بالخطاب الديني المستنير، أنا سعيدة مثلا بتعيين داعيات. طلبت في مرة في مقال من مقالاتي أن حضراتكم واحدة من خطبة الجمعة كل شهر مخصصة لحقوق المرأة في الإسلام. صحيح. يعني أنت لما بتغير العقلية، لأن المواطن المصري زينا كلنا منهج بالأعباء اليومية، فساعات أنا بتلقى قوالب كده يعني حاجات جاهزة زي المساكن سابقة التجهيز كده. أنا هستنى مثلا حضراتكم كل يوم الصبح بتقولوا لي شوية حاجات كويس، فأنتوا ريحتوني وأنا هاخد منكم ده. فإعمال العقل ده ساعات بيبقى رفاهية، أن أنا مش فاضي أحط الأكل لولادي على الترابيزة عشان يأكلوا ولا أعمل إيه. فتغيير الثقافة تبتدي تخلق مناخ آخر، مناخ ده بيحترم المرأة، المناخ ده يحترم التنوع، يحترم الاختلاف في الرأي، يعلي من قيمة العمل وإتقان العمل. صحيح. في كده إحساس عام على قد فلوسهم اللي يقدروا يعملوه ماشي، بالذات توجه الدولة عشان يعمل قد فلوسهم إعلاء قيم العقل والمساواة وغيره. ده لازم يبقى توجه دولة بكل طبعًا. وسائل إعلامها بكل طبعًا. أجهزتها الثقافية ومؤسساتها، يعني لازم يبقى ده. بصوا الإعلام أهميته وخطورته إيه؟ إنه سريع الأثر، إن الوقت البرامج كثير منها بيصيغ عقل المواطن. الناس مش ضروري تقرا الجرايد ولا ضروري تبص، الناس اللي زينا اللي لسه بيجيبوا الجريده ويفلطوا فيها. فاكر لسه بتشتري جورنال لغايه دلوقتي؟ ده انا بشتري كله لغايه دلوقتي، ما اقدرش برضو يعني بروح اعمل، بس بحب واعلم لو عايز اقول. ده الجيل بقى اللي اتعلم اللي هو يعلم ورقه والقلم، ورقه والقلم بالظبط كده. فده مجهود مش سهل. ايضا بتغيره عن طريق التعليم. انا لما احط في القصص بتاعه المدرسه ان زي صلاح جاهين ما قال، البنت زي الولد مش كماله عدد. ده جميل. لما اعمل انتخابات في المدارس، بس المدرسه ما بقاش فيها 90 طالب، يعني الله يكون في عون وزير التعليم. فانت خطه طويله الاجل هي بتاعه التعليم، قصيره الاجل هي بتاعه الاعلام والخطاب السياسي. الخطاب السياسي يعني الرئيس يعني مرارا وتكرارا. صحيح. اصلاح الخطاب الديني، تغيير الافكار. لكن ما هو ما ينفعش كلنا قاعدين اللي هو بقينا كلنا بنقول نعم وحسنا، بس احنا قاعدين مستنيين نترجموا العمل او خطه عمل احنا قاعدين يعني في نسبه لا يستهان بها لازم نعترف. وبعضنا احيانا اللي هو احنا متفرجين. برافو والله، يا ريت تعملوا كده. ايوه، من غير ما حضراتكم كلكم تشتركوا معانا زي ما حضرتك بتقول جميع الكيانات مش هتعمل كده. طيب الربط بقى ما بين المفوضيه لمكافحه التمييز والمكافحة الفساد، الحقيقة اللي يفكر فيها بشكل بسيط جدا يلاقي فيه ربط كبير جدا. لو ما فيش تمييز أنا مش هلجأ أن أنا أعمل لي يعني حاجة من تحت الدرج ولا مش عارف مين، يبقى عندي فساد. الربط بينهم بقى بين يعني حضرتك عاملاه هناك في مجلس الشعب إزاي، أن هما قانونين لازم نطلع دلوقتي عشان نبتدي نعمل دلوقتي عشان نبتدي نغير، وده هيبقى حقيقة هنحس بتغيير. صحيح. لا أنا بجد متشكرة جدا، دي نقطة مهمة أنا هعملها. اللي هو الاثنين فعلا، لو حياتك ما بيتمش تمييز ضدك في المرتب او في الوظيفه المميزه او في كده، مشاكلك واحتياجك للفساد عشان صحيح. حد يمشي لك حاجه سيقل. فانا اوجه النداء تاني، القانونين مع بعض مع بعض، وفي قانون ثالث كمان هندخل معاه. لا في قانون ثالث، بس ده انا حسيت ان ده مهم بالنسبه للامن، مساله الكاميرات. لاني لاحظت ان بتعرفي تجيبي الناس الحادثه اللي حصلت في اسكندريه، يعني الكاميرات دي لازم تكون إلزام في المحال دي والمنشآت العامة. انت حتى بتراقب لو حد دخل بنك بتبقى شايف مين اللي دخل ومين اللي طلع. بس انا يعني متنازله، ممكن اسيب القانون الثالث لغايه لا دول مهمين يعني نطلع دول الاول ونطلع دول حاجه كويسه جدا. لا بس دي نقطه مهمه فعلا، هم متصلين في الاخر. احساسي بان ما فيش تمييز ضدي وان حقوقي بتوصلني لغايه عندي من غير محايله او واسطه، ما ده جزء من القضاء على الفساد. مش عايزه كلام. بص انا عارفه ان بعض الناس هتتخيل ان دي احلام. ايوه، بس كل الاحلام بتبدا بقانون في ايدك. يوم ما تحب يا فندم سياده المواطن او المواطنه تستخدمه عندك تلجا له، مش هتروح تشرح بقى للجهه اللي بتشتكي لها. يعني هنا الفرق يا فندم، ممكن حد يسال كده وبيتفرج علينا يقول طب ما احنا عندنا قوانين كتير. عندنا قوانين صحيح. ضد التمييز وقوانين بتؤكد على قيم المساواه وغيره. ايه الجديد في مفوضيه مكافحه التمييز والمساواه؟ ايه الملزم فيها؟ اولا احنا انتهينا من انها نص دستوري، فانت هتنفذها لازم اعملها عاملها. لكن تاني حاجه ان حضرتك في حاجات برضو انت مش عارف تشتكيها فين، ده يعتبر تمييز
ولا ما يعتبرش تمييز؟ يعني انت عندك ثقافة، انا ممكن اروح اشتكي واقول اصل انا ما ترقتش يعتبر تمييز، لكن احيانا اصل انا مقدم ووالدي بيشتغل كذا، هل ده يمنعني ان انا اخد الوظيفة؟ ان والدي لو من طبقة اجتماعية اقل، هل ده معناه ان انا ما اقدرش اخد الوظيفة دي؟ يعني انت لما تتذكر في حوادث طبعا كمان هل ان انا بيميز ضدي لو انا مسيحي ان انا ما اخدش ما اوصلش في الـ في الـ في سقف الوظيفة؟ يعني في حاجات كتير فيها حساسية ومش منصوص عليها في حته. لو انا رحت كده قلت للمحكمه هيقول لك فين النص القانوني؟ حضرتك قلتي جغرافيا كمان، هل انا بدي الخدمه وانا في محافظه او مكان او مدينه بعيده زي ما بتيجي للمركز والعاصمه؟ بالظبط، برافو عليك، هي دي النقطه كده. انا المحافظه اللي جنبي دي فيها وحدات صحيه مثلا لكل قريه وحده صحيه، لكن انا مثلا في الوادي الجديد في الواحات في حلايب وشلاتين ما عنديش، من حقي اروح للمفوضيه واقول؟ فانت يعني دي امال عريضه يعني للمستقبل، بس نتمنى نشوفها يا رب. نعمل التشريع الاول، جايز ولادنا هم اللي هينفذوا، وانت برضو اصلاح الجهاز البيروقراطي، ما هو لازم يكون مقتنع. صحيح طبعا، لازم اكون مقتنع. بس بس المفوضيه مستقله برضو وتستطيع ان تخاطب، سوري انا نسيت اقول لكم انا اسفه، الاثنين الاثنين المفوضيه والهيئه من حقها تخاطب الاجهزه التنفيذيه في الدوله، وهذه الاجهزه مطالبه وتلتزم بتوفير الوثائق والمستندات. دي حاجه رائعه. طيب نرجع تاني للفساد ومكافحه الفساد، بالتاكيد موضوع مهم جدا، بس حضرتك مش معايا، يمكن في ناس كتير بتقول وبتشتكي من ده، في قضايا كتير جدا جدا شفناها مؤخرا وقضايا كبرى ومحتاجين نعرف هو ايه اللي حصل. صحيح. وبنفضل لفترات طويله جدا جدا وتلاقي بقى اللي بيقال حواليه معلش اصل فيها مش عارفه ايه، اصل اسامي مين، اصل تم التقفيل عليها. مش ده لازم برضو يكون من ضمن الالزام ان انا عشان اكافح الفساد اشوف النتائج والنتائج تبقى معلنه؟ صح. ليه؟ وفي الحوادث الصغيره يعني مثلا مره كان في برنامج المواطن اللي كان ماشي في مش عارفه في ميدان ايه في 6 اكتوبر، مواطن بسيط يعني هو وامه، وبعدين الكشك الكهرباء مفتوح فاتحرق دراعه كله واضطروا مش عارفه يعملوا ايه وحاجات كده. حضرتك ماشي في تحقيقات نيابه على مهل حضرتك، لكن انا كمسؤول في الدوله سواء رئيس وزراء او الوزير لازم اقول ان هناك تحقيق يجري اداريا. يعني ما اقدرش اقول اصل الاستاذ محمد هو اللي مسؤول، لا، مين اللي تبع الاستاذ محمد؟ يعني السلسله الهرميه بتاعه المسؤوليه. وزي ما حضرتك بتقولي اطلع انا واقول يا جماعه على فكره احنا ننتظر قرار النيابه ولن نعاقب حد، لكن حضراتكم دي تقع في مسؤوليه المسؤول المحلي او مدير المركز. في اعلان او تحديد يعني لان الناس بتنسى. تعرف في مصر الاشياء تنسى بعد يومين ثلاثه، الناس تقوم على الموضوع وبعدين يطلع غيره. مصر سريعه الحركه بس في مواضيع بعينها بقى بتبتدي يبقى اللعب فيها كده، على خصوصا بقى السوشيال ميديا وكده بيبقى فيها ناس لطيفه كده بتسخنها. صح. وخاصه مواضيع الفساد ان احنا يا عم اصل ده طالع فيها مش عارفه مين، فالموضوع اتقفل اصلا. ليه ما بنشوفش القضايا دي وليه ما بنشوفش النتائج وليه ان انا ممكن في مرحله علشان التحقيقات طبعا دي حاجه تحترم جدا ان انا بمنع النشر. صح. وبمنع تسرب ملمح، لكن بعد كده لازم اعرف في متابعه او حتى اعلام دولي يشتغل الناس يعني ان في فرق. ان في فرق، لكن ان انت تصمت تماما طب ما النيابه العامه دي ما وراها الاف مؤلفه من القضايا والرقابه الاداريه قاعدين في الشارع طول النهار بيراجعوا لكل الناس، لكن في مسؤوليه زي ما بيقولوا معنويه ان انا بقول زي احنا مش عايزين في اليابان الناس تنتحر يعني لكن عايزين الناس تطلع تقول والله ده يقع في نطاق مسؤوليتي وانا مسؤول عنه. يعني دي غلطتي او دي غلطه كذا. يعني اصل ما انا ببص اهو للصوره لسه بقول الصوره جميله جدا اللي محطوطه، القاهره مشرقه ونظيفه جدا من فوق ايوه، لكن حضراتكم عملتوا ايه؟ ما انا بعد 3 اشهر هيكون الناس نسيوا الموضوع كان ايه. فانت لما تيجي تعلن مسؤوليه الاداريه تكون خلاص بقى الناس شافت الاف من اللي بعدها. احنا بص ينقصنا، بس انا بكره الكليشيه ده عشان الناس ما بتصدقوش، اللي هو بتاع الشفافيه والمساءله. انت عندك حكم رشيد يبقى عندك شفافيه ومساءله ومحاسبه. اثبت لنا كده السيد رئيس الوزراء والحكومه المعقره، تثبت لنا كده يعني حتى لو كان ده حصل مش بيتم الاعلان عنه في اي قضايا، مش بس قضايا الراي العام حضرتك. حتى القضايا العاديه من حق الناس انها تعرف ايه اللي حصل فيها. فتره من الفترات كنا تابعنا ملف القمح، توريد القمح في مجلس النواب، وكان في يعني مسجلات ولجان تقصي حقائق، حق الناس تعرف ايه اللي حصل. صح. في الاخر او ايه النتيجه في الاخر.
احنا موقعين على اتفاقيه الامم المتحده والفساد وهنا ده التزام مش عارف صح كده ولا التزام دولي التزام دولي لا ما فيش كلام في معايير معينه وكريتيريا معينه طبعا وبيجوا يراجعوا عليك بالظبط كل عدد السنوات فين من العالم وزي ما حضرتك اشرت في بدايه الحوار الفساد ده ظاهره موجوده في كل مكان تختلف طبعا المكان للتاني هامش او المعدل او النسبه مصر فين وايه هي المعايير العالميه اللي انا لازم تبقى موجوده عندي عشان اقول ان انا مجتمع مش خالي من الفساد لكن مجتمع يسعى لكي يكون خاليا من الفساد. صح. بص اولا انت في الحاجات دي بتحتاج حاجتين بتحتاج اراده سياسيه الاراده السياسيه موجوده اكتر من السيد رئيس الجمهوريه هيبقى مين وبتحتاج تطبيق وتنفيذ انت مشكلتك ده زي ما بيقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل صحيح. تفاصيل بقى مين اللي بينفذ تفاصيل اركنه ده لان ده جه وده اهم وان احنا لازم نخلص انا شخصيا ما اعرفش حصل ايه في حكايه القمح هي راحت كل ما نسال يقول لك ما هي في ايد النائب العام بس لغايه دلوقتي ما طلعش لسه حاجه ما هو ده برضو عارف الهيئات اللي احنا بنقول عليها دي ممكن تخفف هذا العبء يعني احنا جات لفترة كان لو انا قلت لك صباح الخير وانت ما ردتش عليا انا اروح للنائب العام واشتكيك واعمل لك قضيه ما خلاص يعني هي كلمه برضو العداله الناجزه اللي احنا محتاجينها في كل الملفات بصي العداله البطيئه ظلم صحيح ظلم لان انا افضل استنى 15 سنه لغايه ما ودول مظلومين القضاه مظلومين والنيابه مظلوم الهيئات دي ان شاء الله يعني هننفذها فتخف يخف العبء شويه قريبا ان شاء الله وان شاء الله حضرتك تشرفينا بقى بعد الصدور القانونين علشان نبتدي التنفيذ سويا نحتفل ان شاء الله جزيل الشكر طبعا سياده النائبه انيسه حسونه شرفتينا وافدتينا بشكل كبير جدا وبالتوفيق ان شاء الله دايما بتشرفينا وربنا معاكي كده وفي عونك دايما تبقي صوتنا كده وصوت الناس داخل مجلس النواب بشكرك شكرا جزيلا سياده النائبه انيسه حسونه صباح الخير على حضرتك بعد الفاصل بقى شويه فن وشويه ابداع خليكم معانا وصباحكم دايما خلينا نطلع بقى الدرون كمان هنطلع على عين السيرة وطريق مصر اسكندرية طيب نبص على درون كاميرا في عين السيرة دي عين السيرة ولا فين دلوقتي؟ عين السيرة واسكندرية الصحراوي وفاصل بقى ونرجع لحضرتك
رجعنا لحضراتكم مرة تانية في صباح أون، وكنا بنتابع مشروع جديد كده الإضاءة يعني بشكل مختلف للديكور أو الديكور من خلال تقنية الإسقاط الضوئي. لكن يعني معلش جالنا خبر يعني من شوية، مراسلنا في محافظة الغربية تحديدا من طنطا أفاد أنه منذ قليل وقع تفجير بإحدى الكنائس بمدينة طنطا. حتى الآن لسه المعلومات غير متوفرة عن إذا كان في ضحايا أو إصابات. النهاردة زي ما ابتدينا الحلقة، النهاردة حد السعف أحد الشعانين، بيحتفل كل المصريين النهاردة بيحتفلوا، فيعني حادث خسيس في وقت وتوقيت خسيس جدا، وده عمره ما يمنعنا احنا كمصريين النهارده هنكمل يومنا ونبتهج ونزور بعض ونبارك لبعض ونقول لكل كل حد من اشقائنا واخواتنا كل سنه وانت طيب، وهنشوف اللون الاخضر موجود في الشارع لون سعف النخيل. فبس ده كان خبر عاجل هنعرف تفاصيله مع حضراتكم خلال متابعتنا الاخباريه، وقوع تفجير في احد الكنائس بمدينه طنطا. نرجع مره ثانيه بقى اخر فقره النهارده معانا في صباح اون زي ما شفنا حالا مع حضراتكم لعبة الخيال ولعبة المسرح ولعبة الديكور بشكل مختلف. معنا واحد من المبدعين اللي عندهم مشروع مختلف ورؤية مختلفة في فكرة الديكور، وازاي ممكن أقدم ديكور غير تقليدي بشكل غير تقليدي واستخدم وسائط مختلفة، الفيديو والسينما والإضاءة، والعب بالوسائط دي عشان أقدم شكل مختلف. هنعرف تفاصيل أكتر عن الديكور من خلال الإسقاط الضوئي أو من خلال الإضاءة. معانا المهندس رضا صلاح، هو عضو جائزة الدولة للإبداع وحصل على جائزة الدولة للإبداع في تخصص الديكور من إدارة خشبة المسرح دفعة 2016. نورتنا وشرفتنا وصباح الخير. نورت بيك يا فندم. باشمهندس منورنا يا فندم. قبل كل شيء بحب اعزي اخواتنا المسيحيين في احنا مش عايزين نقول نعزي او مش نعزي، لان احنا ما عندناش اي معلومات، احنا بس ده تفجير وحصل في كنيسه في طنطا عشان نعيد بس لحضراتكم الخبر ويبقى الخبر دقيق. تفجير حدث في احدى الكنائس بمدينه طنطا منذ قليل، حتى الان ما فيش معلومات مؤكده عن عدد الاصابات او الضحايا. ربنا يعدي، ربنا يسلم، يا رب في اي حاجه، ما يبقاش في اي حاجه ان شاء الله. طيب نرجع لموضوعنا بالنسبه للاسقاط الضوئي، ده مشروع انا اتعلمته في روما. هو جديد بالنسبه لنا هنا، بس هو مش جديد طبعا، هو شغال بره من تقريبا من 2005 و2006. هم بيستهدفوا ان هو يقدر يغير اشكال الديكور بشكل سريع ويقلل في التكلفه بتاعته، فعن طريق جهاز بروجيكتور بس بقدرات معينه او بتقنيه معينه. وده تقريبا اللي انا اشتغلت عليه الفتره اللي فاتت او فتره دراستي في روما كلها. الحمد لله يعني قدرت افهم السوفت وير، افهم الشغل ازاي بينفذوه، وربنا يسهل. وسعدت جدا ان انا لما رجعت مصر لقيت ناس موجوده هنا، شركات عندها تقريبا الاجهزه اللي بنشتغل بيها هناك، لان دي اجهزه غاليه جدا ومكلفه ولكن مش منتشره هنا. فكانت مشكلتي الوحيده ان انا لما هاجي انفذ عرض هنا هقدر اجيب الجهاز ده منين او هقدر اشتغل ازاي. فعملت سيرش لما وصلت مصر، قدرت اوصل لكذا حد عنده حاجات متقاربه للي انا اقدر اشتغل بيها، وان شاء الله باذن الله في فتره قريبه جدا هقدر اطلع بمشروع قريب في 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 سينما في مسرح الهناجر. انا وبعض اصدقائي اللي كانوا معايا برضو في جائزه الدوله للابداع، وربنا ييسر. وان طيب قبل ما اسال حضرتك بقى اي اسئله عن موضوع الاسقاط الضوئي، لازم برضو نشير دلوقتي ان الكنيسه اسمها اللي تم تفجيرها اسمها كنيسه ماري جرجس، وطبعا وفي للاسف انباء عن سقوط ضحايا ومصابين. احنا طبعا بنقول يعني مهما كان الارهاب خسيس، مهما كان اليوم الاختيار مره ثانيه يعني يوم عيد، فاحنا هنعيش وهنحتفل، وكل سنه واحنا طيبين وكل سنه وانتم طيبين. بالتاكيد اي حد يعني سقط سواء بقى كانت حاله وفاه دي ان شاء الله شهيد في الجنه، لو كان حد مصاب هنتمنى له بالتاكيد ان شاء الله ربنا يشفيه، لكن احنا هنعيش. عمر الارهاب ما يخلينا نبطل لا نحتفل ولا نعيد ولا ومره تانية الارهاب لا دين ولا مكان ولا وطن، فدي مش بني ادمين اصلا، احنا بنتكلم في ناس غير مصنفين بالصفة الآدمية. فمش يعني مرة تانية بنقول للمسيحي مصر كل سنة وانتوا طيبين، وهنحتفل بالعيد النهاردة، مش هيهمنا لا إرهاب ولا هيوقفنا، لا احنا هنعيش كلنا هنحتفل، وإرادة الحياة أو ثقافة الحياة هي اللي هتنتصر، هتنتصر في النهاية. هنتابع مع حضراتكم يعني على شاشة أون لايف إن شاء الله، هنتابع تداعيات هذا الحادث. نرجع مره ثانيه مع المهندس رضا صلاح. كان سؤالي
معلش يعني انا بحب دايما ابسط الامور. الاسقاط الضوئي لما يعني نتكلم اسقاط ضوئي يمكن حضرتك واحنا بنتفرج حتى على الفيديو قلت لي يمكن المهندسين هيفهموا في الكلام ده، فانا عارفه المهندسين ممكن هيبقى عندهم تصور، لان عايزه المواطن العادي اي واحد دلوقتي بيتفرج علينا يعرف اصلا يعني ايه اسقاط ضوئي. اسقاط ضوئي ان انا اقدر اعمل اسقاط على اي كتله باي شكل بالالوان اللي انا عايزها بالديكور اللي انا عايزه. ده عشان برضو بتكلم بلغه هندسيه، خلينا نتكلم كده بلغه بروجيكتور او حاجه تشوف صوره من انا اجيب بروجيكتور بقدرات معينه. ممكن بس لو شفنا الصوره ومره ثانيه واحنا عشان نوضح للناس احنا بنتكلم من شكل شخص عايز افهم برضو القصه يعني. فممكن نشوفها لو المخرج او ابراهيم جبتها لنا على الهواء بعد اذنك. اتفضل كمل. اتفضل. ان انا اعمل اسقاط تعلق هو دلوقتي انا بحاول اعمل اسقاط بشكل غير تقليدي على الـ على الـ على البوكسات اللي موجوده. البوكسات كانت بالنسبه لي هو شكل بس ان انا اقدر اعمل عليه اسقاط مش يعني او انزل عليه ضوء مش 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 مألوف بالنسبه لنا. مثلا وليكن ان الديكور اللي موجود او الحاجه اللي موجوده على المسرح اقدر اخلي اغير الوانها اغير اشكالها، اقدر اخليها مثلا بيوت، اقدر اخليها جبال تلال. هي نفس أقدر الكتله. اقدر اخلي في ديكور مش موجود اصلا، يعني احنا شفنا مجموعه مكعبات دلوقتي مش موجوده بالظبط، او الرسومات اللي احنا شفناها مؤخرا دي مش موجوده. صح كده. اقدر اخليها شجر، اقدر اخليها ايا كان. فدي بتفيدنا احنا او بتفيد المجال المسرحي او مجال الديكور في ايه؟ ان انا اقدر اعمل كذا مشهد، اقدر اعمل كذا مشهد في نفس اللحظه مع بس هو كيو او ضغط الزرار اغير قطع الديكور خالص. تماما مفيش قطع صامته موجوده، مفيش، لا مفيش، كل حاجه ممكن اغيرها بضغطه. يعني انا اقدر اعمل التصميم قبل كده ياخد معايا فتره كبيره جدا عشان اقدر اغير الكلام ده، انما وقت العرض ما بياخدش حاجه. بس ثواني افهم حاجه هنا بقى، ده بيخدم ازاي على العرض المسرحي؟ يعني حركه الممثل على الخشبه تمام، وحركه الممثل مع الحاجات اللي بتبقى نازله زي ما حضرتك قلت كده ازاي بيتفاعل معاها؟ يعني هل الموضوع يعني فيرتشوال خيالي خالص افتراضي ولا لانه مختلف طبعا عن الديكور الملموس؟ ازاي هنا بيتفاعل او بيتعامل الممثل على الخشبه معاه؟ هو بيتفاعل مع كتل ثابته كانت موجوده من الاول احنا بنتفق عليها، ان انا هحط هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا وخلاص بيتفاعل مع الكتله. ولكن انا كشكل انا اللي بقدر اغير الكتله دي او اقدر اغير الديكور اللي موجود بالاشكال حسب دراما العرض. وليكن مثلا انا عندي دلوقتي ديكور لشارع فخلاص انا بعمل الديكور، بعمل الاسقاط بتاعي للشارع. لو غيرت بعديها المشهد اللي بعديها على طول مثلا اسقاط داخلي في فيلا او في شقه، بقدر اغير نفس الكتل اللي موجوده بالاسقاط الضوئي اخليها شقه او اخليها فيلا. انما الممثل بيتعامل مع القطع اللي موجوده من الاول خالص، هي ما بتتشالش. هو بيبقى عارف ان في هنا كذا وفي هنا كذا وفي هنا كذا، فما بيحاولش ان هو يعني ما بيفكرش كتير في موضوع الكتله ممكن تتحرك فتضايقه، لا لا خالص. هي بتبقى ثابته مكانها وانا اللي بغير الاشكال. طب الاستخدام بتاعها بقى اكثر مسرحي، يعني هتبقى تخصص عشان مسرح ولا ممكن استخدامها كمان سينمائيا وممكن استخدامات اخرى بقى متعدده غير كده؟ اتمنى طبعا ان هي تستخدم سينمائيا، وهو ده دي الفكره تقريبا اللي انا بشتغل عليها الفتره اللي جايه، لان هي اصلا داخله في مجال السينما اكتر من مجال المسرح. ولكن انا عشان بحب المسرح وانا شغال في المسرح، انا شغال في دار الاوبرا المصريه، فنفسي اطور الموضوع بالنسبه للمسرح. هقطع حضرتك معانا الزميل مصطفى عادل من الغربيه نعرف اخر تفاصيل الحادث اللي وقع في كنيسه ماري جرجس بمدينه طنطا. اهلا بيك يا عادل، صباح الخير. صباح الخير يا عادل. عادل طب هنحاول نرجع له مره ثانيه. حضرتك كنت بتقول دلوقتي انه في السينما تطبيقه افضل، في المسرح قلت ان في تجربه تبقى في مسرح الهناجر. برضو عايز اسالك الحركه المسرحيه او الناس يعني الكتاب والمخرجين وغيرهم الى اي مدى متقبلين الافكار الجديده دي؟ لان ده فكر جديد، احنا متعودين على الشكل التقليدي بالزبط. والديكور اللي احنا بنشيله والمسرح اللي بيسموه مسرح مش عارف العلبه الايطاليه والكلام ده. هل عندنا اتجاهات جديده من شبابنا في الحركه المصريه ان هم يشتغلوا بالمنطق او بالطريقه اللي حضرتك بتقول عليها؟ ان شاء الله، لان انا يعني حتى الـ طبعا لسه النقاد والمخرجين والكتاب ما شافوش الحاجه دي، أو ممكن شافوها ما شافوهاش بره، ممكن شافوها بره مصر بس ما شافوهاش هنا. انا اتمنى ان هي يعني ان الفكره تعجبهم ونقدر ننشر الموضوع ده بشكل اكبر، لان هي هتوفر وقت وجهد كبير جدا وتكلفه.
فانا اعتقد واتمنى ان هي تنول اعجابهم وان هي تسبب يعني ممكن نشوف الصور اللي احنا بنشوفها في المسارح بره في ان شاء الله يحصل والعروض دي كلها ان شاء الله يحصل. دي انا ما عنديش تخصص ده بيستخدم فيها التقنيه دي وممكن نلاقي ده قدامنا يعني الواحد بيشوف هناك ديكور باضاءه بالوان بحاجه مبهره بالزبط. الحقيقه يعني تبقى صوره سينمائيه مسرحيه يعني زي السينما بالظبط بس انت شايف مسرح هو اللي انا بهدف ليه ان شاء الله حاجه اقوى من كده لان يعني هم دايما انا بحاول ابدا من حيث هم انتهوا يعني هم خلاص هم وصلوا للنقطه دي وبقوا يوصلوا لنا حاجات قويه جدا خلاص انا هنروح نشوفه فين في الهناجر في اقل من دقيقه سريعا العرض هيكون فين او ممكن نشوف اللي احنا شفناه ده امتى في مسرح الهناجر ان شاء الله تقريبا في اول خمسة في اول 15 يوم في شهر خمسة العرض هيتم ان شاء الله بس باذن الله جميل. طيب معانا على التليفون مراسلنا مصطفى عادل من طنطا من الغربيه اهلا بحضرتك واهلا بيك يا مصطفى قول لنا ايه اللي بيحصل عندك يمكن يا فندم استفاد ابناء محافظه الغربيه صباح اليوم على خبر مؤسف الا وهو قيام محادثه العصر الاغلبيه كبير ابوها في محيط كنيسه مارجريت في شارع علي مبارك طنطا بمحيط يعني خارج الكنيسه المؤذن وعشرات الاوائل حتى غير تشير انها خارج الكنيسه هناك كان مخاطر اخرى اكد انها داخل الكنيسه الامر الذي ادى الى وقوع يعني عدد كبير من المصابين لم يتم حتى الان هل في حالات وفاه؟ اللواء خليفه مدير امن الغربيه هل في حالات وفاه عادل ولا بس يتم يا فندم لم يتم حتى الان مفيش احصاءات لم يتم حتى الان وسيتم بعد قليل التاكد عام اذا كان في هناك وفيات ام عدمه الوضع الان هناك استقرار امني في محيط داخل الكنيسه وخارجها وتمشيط جميع مداخل الكنيسه واقيموا هي جميع الشوارع الصحيحه ده قلب الشوارع المؤديه لها استقرار امني توافد امني بس بتواجد اكثر من طب خليك معانا عادل بعد اذنك هنروح دلوقتي سريعا دكتور محمد الشبيني مدير مستشفى الطوارئ بطنطا صباح الخير يا دكتور اهلا بيك يا فندم حابين بدايه نسال حضرتك عن الحادثه اللي وقعت في كنيسه ماري جرجس والاصابات اللي وصلت والحالات اللي وصلت المستشفى حالتها ايه يا فندم الو الو دكتور مع حضرتك صباح الخير بسأل حضرتك عن الحالات اللي وصلت إلى مستشفى الطوارئ بعد الحادث اللي وقع في كنيسة ماري جرجس. والله للأسف يعني أنا عندي وفيات كتير للأسف. وفيات. يعني للأسف للأسف في وفيات في إسعاف جابت حالات مصرية وفي وعندي أنا كم قدام كم حالة يا فندم؟ تقريباً أنا واقف قدامي ست متوفيين. ست حالات وفاة. ده غير اللي جه في الاسعاف تقريبا كما دكتور وائل جابت بتاع خمسه كده من المتوفين وراحوا العدد تقريبا يا فندم العدد حتى الان او حتى اللحظه اللي حضرتك بتكلمك فيها انا في عز الازمه انا الدنيا مقلوب عليا انا ما عنديش حصر دلوقتي بس بالتاكيد احنا مش عايزين بالحصر يا دكتور لكن حضرتك كنت بتقول لسه الاسعاف جايه بحالات الحالات قد ايه والحالات اللي حضرتك شفتها قد ايه؟ ما هو الحالات قد ايه ما ده حصر يا استاذه ما لكن من اللحظه دي حضرتك شايف ست حالات وفاه حتى الان يعني نقدر نقول كم ده غير اللي جه في الاسعاف قدامي وراح على الغرفه في حالات كتيره متوفيه للاسف في حالات متوفيه كتير طب تقريبا حالات الاصابات الحالات الاصابات انا شغال فيها والمستشفى كلها نزلت معايا مستشفى جامعه طنطا بالكامل شغاله دلوقتي معايا في طنطا طب طمنا على المستلزمات الموجوده في المستشفى الاستعدادات اللي موجوده هل محتاجين هل في طلبات يعني امداد من مستشفيات اخرى ولا في مستشفيات ثانيه ممكن تستقبل اصابات؟ احنا مستشفى كبيره يا بيه احنا مستشفى جامعي والامكانيات كلها موجوده احنا مستشفى كبيره والامكانيات كلها موجوده بس هو للاسف ان في حالات جت احنا ما قدرناش نعمل لها حاجه يعني وضع مؤسف يعني احنا للاسف ما قدرناش نعمل لهم حاجه يعني الحالات جت حاولنا ان احنا نعمل تدخلات بالروحيه الاوليه في غرف الناس في الاستقبال ما كانوا وكان تقريبا جايين ميتين القلب واقف يعني وفي حالات جت في الاسعاف ما جتش راحت على الغرفه على طول في اطفال في نساء نعم في اطفال في نساء وصلوا في اطفال لا عشان لا في شباب يعني في شباب انا شايفه متوقف قدامي اهو بس ما فيش اطفال لا حول ولا قوه الا بالله هنواصل مع حضرتك بالتاكيد الاتصال دكتور محمد الشبيني مدير مستشفى الطوارئ بطنطا مع حضراتكم طبعا تغطيه مستمره على اون لايف جزيل الشكر معلش باشمهندس رضا صلاح عضو جائزه الدوله للابداع احنا طبعا اسفين لكن شكرا يعني مره ثانيه يد الارهاب الخسيسه
ولا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله رب يعني يلطف بالمصابين ونتمنى لهم الشفاء العاجل. وهنتابع طبعا مع حضراتكم تداعيات هذا الحادث اللي وقع في كنيسه ماري جرجس بمدينه طنطا في خدمتنا الاخباريه المستمره على شاشه اون لايف. اشوفكم على خير.